السلام عليكم، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من صوت الناس. تعالوا كده نرجع شويه في كتاب التاريخ، كتاب تاريخ اي امه في اي مكان. هتلاقيهم لما بييجوا يتكلموا عن القائد العظيم دايما بيربطوه بانه وسع المملكه او وسع الدوله، اضاف ارض جديده، حمى حدود البلد اللي هو فيها، وعمل انجازات للشعب. ده دايما في اي منطقه في اي كتاب تاريخ بيتكلم عن اي دوله في اي حته في العالم، عرب، عجم، هنود، حمر، هنود، مش اي حاجه في اي حته، القائد العظيم في الدوله الكبيره هو اللي دايما بيزود ارضها، هو اللي دايما بيكبر رقعه الارض في المملكه اللي هو فيها او في الدوله اللي هو فيها. اسمها بقى مملكه، امبراطوريه، دوله، جمهوريه، ايا كان. الكلام ده مش في كتب التاريخ وبس، ده في كتب الواقع وكتب الحاضر، وهيفضل كده في كتب المستقبل. القائد الكبير الحريص على أرضه، على شعبه، الأرض بيكبرها والشعب بينميه، بيطوره، بيعمله تعليم كويس، بيعمله صحة كويسة، بيعمله تقنيات وتطور حقيقي، مش اللي هو التطوير بدون تطور، تطور حقيقي الناس تقدر تستخدمه، تشوف ده بعينيها في حياتها اليومية. طيب بقول كده ليه؟ بقول كده عشان احنا عايزين في مصر يقنعونا بحاجة عكس الدنيا كلها، وعكس اللي بيقنعونا بيه في تاريخ أجدادنا العظام. يعني مثلا العيال بتوع كيمت ومش كيمت والقومية المصرية وبتاع، يقول لك احنا فرعنا، شفت مينا عمل ايه؟ مينا، مينا موحد القطرين، ده فتح القطرين على بعض، ده اللي هو جاب مصر السفلى ومصر العليا دول وخلهم خلاهم دولة واحدة موحدة من الوقت ده لحد دلوقتي. يبقى عظمة مينا انه اضاف ارض، وحد ارض، كبر دولة. كل الملوك العظام والحكام العظام في تاريخ الدولة المصرية ان ده النهج بتاعهم دايما، مين من كانوا في العصر الفرعوني، البطلمي، الروماني، في العصر الاسلامي العربي الممتد حتى الان. ليه بقى عايز تقول لي اعتز بتاريخي اللي كل العظام فيه كانوا فاتحين، محافظين على الأرض، ومنميين، وبيكبروا ويكتروا الأرض دي وبينموها، وبينموا البلد وبيطوروها، وبيخلوا وضع الشعب الاقتصادي كويس؟ لا، عايز تقولي إن هم دول أجدادك العظام افتخر بيهم، بينما عايزني افتخر بواحد عمال يبيع في الأرض المصرية حتة ورا حتة، واحد أول ما طلع على الناس قال لهم مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، صحيح إن شاء الله، وبعد كده هوب لقيناه بيقول اصلها عرت كتفها وكشفت سترها وهتكت عرضها، الكلام الفاضي اللي بيقعد يقوله، والهرتله اللي تقريبا بيبقى مصطبح او شارب حاجه وطالع يكلم الناس وهو بيقولها. شويه بصوا على بلدكم، البلد الكهن، البلد اللي مش عارف ايه، وصولا الى المرحله الاصعب في تاريخ الدوله المصريه، مش بس مرحله الخيانه والوضاعه والتعاون مع العدو والتفريط في المقدس والتفريط في الامن الوطني والامن القومي والتفريط في ميه النيل والتفريط في فلسطين لا، مش بس كمان اضاعه الدور التاريخي لمصر عربيا وافريقيا ودوليا ودورها كدوله محوريه واساسيه في الشرق الاوسط بجانب تركيا وايران كدول الدول الثلاثه المحوريه في المنطقه، لا، مش بس كده، ان هو ضيع هيبه البلد وخلاك بتتساء شويه من ابو ظبي وشويه من الرياض وشويه من تل ابيب، واللي يدفع اكتر واللي يخلي الزعيم على الكرسي هو اللي نسمع كلامه الزعيم مش كلام الشعب. لا، وصلنا لمرحله اصعب من ده، مرحله اصعب بكتير، وهي بيع الارض وكانك بجد فاتح المزاد زي اي نخاز بيبيع الارض. قال لك هيدي قبل كده راس الحكمه للامارات وقد حدث. قال لك استثمار، طلع اعلامه يقول استثمار وهو مش استثمار ولا حاجه، ده بيع للارض المصريه. بيع للارض المصريه هيتخللوا ان هي تبقى منطقه كده يعني ليها قانون خاص مش تابع علينا بشكل كبير، ليها مواني خاصه وجمارك خاصه وقانون بينظم الامور دي كلها. طيب بس الموضوع خلص كده؟ قال لك لا، اصل ايه المشكله يعني، ما هي بتجيب لنا فلوس، الفلوس جت وراحت ما شفناش حاجه. والدولار اللي كان ب 31 بقى ب 50، واعتبروه الاراجوزات ان ده انجاز. دلوقتي عبد الفتاح السيسي رايح يكمل بيع في الارض المصريه. طيب هتقول لي هيبيع ويجيب فلوس، يعني هتتعامل معايا بعقليه تاجر التجزئه اللي رايح يفاصل علشان يجيب 2 كيلو طماطم سعر ال 2 3 كيلو ب 8 كيلو ونص بس.
هقول لك حتى الفلوس اللي هتجيبها مش هتشوفها ومش هتشوف منها حاجه، لانك لا شفت فلوس راس الحكمه ولا شفت منها حاجه ولا الاقتصاد قدر يستفيد منها بشكل كبير. ليه؟ لانها راحت وتسكنت في سداد ديون الزعيم المكسيكي اللي عنده رؤيه مش عند اي حد، وهي رؤيه استلف 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 وربنا يحلها، واذا ما عرفتش تسد بيع اصول البلد. ده اما لانه غبي او لانه خاين، اما لانه ما عندوش رؤيه ولا فهم ولا معرفه، او لانه خاين وجاي يعمل كده علشان يضيع الدوله المصريه والبلد دي وشعبها. وفي الحالتين النتيجه الكارثيه اللي حضرتك عايش فيها، انا اسف اقول لك ان الاوضاع اللي احنا فيها دي هتبقى اسوأ، مش في المستقبل البعيد، لا يعني شهرين ثلاثه الدنيا هترجع اسوأ مما كانت. طيب بنقول الكلام ده النهارده ليه؟ لان احنا قدام حاله بيع جديده، حاله بيع جديده. السعوديه بتقول لك عليك ديون، تمام، مش عارف تدفع الديون دي، ادينا كم حاجه كده عندك لازمانه. انت كنت زعلان على تيران وصنافير، طب احنا خدنا تيران وصنافير السيسي اداها لهم، وعايزين الارض اللي في عندك هناك في البحر قصاد تيران وصنافير، فيبقى من الناحيه دي بتاعنا ومن الناحيه دي بتاعنا. المنصه بتقول لك السعوديه بتعرض التنازل عن ودائعها مقابل راس جميله. بس راس جميله، لا راس جميله مش كفايه، شايفين ان راس جميله مش كفايه يعني مقابل الودائع اللي ليهم عند عبد الفتاح السيسي. طب عايزين ايه كمان معاها يا سيدي؟ تعال نشوف التفاصيل كده عشان نعرف مع بعض ايه الودائع اللي السعوديه، ايه الاماكن او المصالح او السبوبات اللي السعوديه عايزه تاخدها مقابل التنازل عن ودائعها. بص يا سيدي، السعوديه عرضت التنازل عن ودائعها في البنك المركزي مقابل انها تستحوذ على عدد من الشركات الحكوميه وتتم صفقه راس جميله. المملكه العربيه السعوديه عندها ودائع في البنك المركزي المصري حوالي 10.3 مليار دولار، 5.3 مليار دولار ودائع متوسطه وطويله الاجل، و5 مليار دولار ودائع قصيره الاجل. طيب الاستحواذ عايزين ياخدوا ايه بالظبط؟ نشوف مع بعض ونتابع. عايزين يا سيدي ياخدوا راس جميله وشركه اسمها سيره للتعليم، دي شركه متخصصه في قطاع الخدمات التعليميه في مصر، وعندها او بتشغل 27 مدرسه مملوكه ليها، بالاضافه لخمس شركات اخرى في قطاعات مختلفه زي قطاعات التطوير العقاري والصحه والطاقه والكهرباء والخدمات الماليه والاغذيه. تمام، يبقى السعوديه اللي عندك حوالي 10 مليار وشويه هتاخد بدلهم راس جميله وشركه سيره اللي بتدير بتملك وتدير 27 مدرسه وخمس شركات كده، ايه، واحده بتاعت اغذيه واحده بتاعت طاقه، حاجات كده على خفيف يعني. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان القائد العظيم بيضحي بالبلد ويبيعها حته حته علشان يجيب فلوس، ويطلع يقول لكم بصوا على بلدكم كهن، ما احنا عايزين نجيب فلوس للبلد. طب الفلوس اللي جايه دي جايه للمواطن المصري علشان تعمل له مدرسه، مستشفى، جايه للمواطن المصري عشان تعمل له مصنع يصنع ويصدر فيجيب دولارات المواطن يستفيد والبلد تستفيد؟ لا، الدولارات اللي بيبيع بيها عبد الفتاح السيسي جايه عشان تسدد القروض اللي هو واخدها وفوائد القروض، نقطه ومن اول السطر. اه طبعا انا نسيت، وفي شويه فلوس فكه كده، ما دام انتصار بتروح تتسوق من سويسرا، عبد الفتاح بيحط قرشين برضه في سويسرا علشان انت الظروف، ما حدش ضامن الظروف، ليام يا جماعه حد ضامن ليام، وهكذا. فلوسنا فين؟ فلوسنا عند كل واحد بينهب من البلد دي شويه شويتين ثلاث شويه. طيب تعال نشوف كده تعليقات من الفيسبوك، الناس اتكلمت وعلقت قالت ايه على موضوع التنازل على الديون من السعوديه مقابل الاصول المصريه. احمد سيد بيقول لك كل فشل ذريع بيتم تسويقه على انه نجاح مبهر، فلنسمي الامور بمسمياتها، ما يحدث اسمه بيع اصول وليس استثمار، وليس بيع حسب الاصول، بل بيع المضطر العاجز اللي بياخده عفش بيته عشان مش عارف يسدد فعلا، ولا اروع من كده يا محترم فعلا. طيب عندنا راي تاني كتبه علي اسماعيل، بيقول كالعاده ناس هتتريق وناس هتهزر وناس هتقلش وناس هتعمل اغضبني
وهتتم الصفقة غصب عن أي حد وهننسى، وهتيجي صفقة تاني، وهكذا يستمر مسلسل التفريط والبيع لأرض ومخدرات الوطن إلى أن نصبح على شعب بلا وطن وبلد بلا أرض. طيب ده رأي علي إسماعيل. أما أمير حنا بيقول نود أن نعرف العمولات المدفوعة لبيع راس جميلة ولبيع راس الحكمة ولمن دفعت هذه العمولات. يا أمير يعني ما أنتش عارف دفعت لمين؟ أنت عارف زي ما البلد كلها عارفة مين اللي بيبيع وبياخد عمولات. طيب التعليق الأخير معانا لبدر عبد السلام الفرجاني، قال لك طيب لما احنا فقراء قوي وما عندنا اي موارد وشحاتين، ليه البلاد بتتسارع على خيراتنا وارضنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الصفقه دي الصفقه المهينه المذله، هتقول لي ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ ايه يا عم احمد بالراحه، مهينه ايه ومذله ايه؟ ده هنستثمر يا باشا، ليهم عندنا بارستين مش هياخدوهم وياخدوا شويه شركات وارض في البلد وحاجات بسيطه كده. هقول لك لا مذله، لانك مديون مش عارف تدفع اللي عليك، فيجي الراجل اللي داينك واللي انت واخد منه فلوس يقول لك بقول لك ايه، انت هتديني بيتك وعيل من عيالك وبنتك الصغيره دي اللي بيني وبينها 20 30 40 سنه هتجوزها وانت هتوافق؟ فتطلع تقول للناس يا جماعه انا هناسب الحاج ابو سعود، الحاج ابو سعود مش هياخد مني، مش هتقول له مش هياخد مني دول، الحاج ابو سعود هيتجوز البت وهندي له البيت وهيطور الدنيا واحنا بنستثمر ان شاء الله. مع ان الواقع ايه؟ ان انت عينك مكسوره قدام ابو سعود ومش عارف تسد له فلوسه، فاضطريت تبيع ايه؟ بنتك وبيتك، وتطلع لبقيه العيله تقول لهم ايه؟ الحاج ابو سعود راجل مقتدر جاي يستثمر معايا. والله الحاج ابو سعود جاي يستثمر عندنا. طب اشمئز جميله؟ انا قلت لك راس جميله قصاد تيران وصنافير، مش انتوا يا مصريين ابو سعود بقى، مش انتوا يا مصريين ما كانش عاجبكم وناخد منكم تيران وصنافير؟ طب هناخد تيران وصنافير اللي في البحر والساحل اللي قصادها من عندكم من ارضكم، كيف مبسوطين؟ المهم ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا ومبسوطين تغنوا وتقولوا الحاج ابراهيم العرجاني يا زينة المجرمين. طيب نسيب دي ونروح لحاجه تانية، ما هو الحاجات كتير في البلد واحنا بنحاول نوالي حضراتكم باللي بيحصل في البلد. عمرو اديب قال لك ايه؟ قال لك الفيديو اللي هتشوفه معايا دلوقتي طلع يمهد ويفرش الارض علشان ما تتصدمش. النظام عايز يقول لك كلمتين فعمرو بيقولهم لك يعني على اساس ان هو ايه؟ واخد دور لسانه طويل اللي مش واقف في الصف، وهو فعلا عنده حماية سعودية طبعا. فعمرو أديب طالع يبشرك ويقول لك عزيز المواطن المصري، تخفيف الأحمال اللي كان شغال معاك في الشتاء مستمر. تخيل ان في الشتاء طبعا حضرتك بتستخدم الكهرباء أقل، في الصيف بتستخدم أكتر علشان التكييفات والمراوح، ده طبيعي زي أي حد في الدنيا. فحضر نفسك من دلوقتي علشان الدولة مستمرة في قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال اللي يبدو انه مش هيبقى ساعتين وبس في الصيف، ساعتين وبس دول كانوا في الشتاء وانتم ما بتستخدموش كهرباء كتير، بس طالما هتستخدموا كهرباء كتير فربما يكون قطع الكهرباء في الصيف اكتر من الشتاء. شوف معايا تمهيد عمرو اديب اللي بيفرش بيها لنظام السيسي. انا عايز اقول لكم انه الارقام بتقول انه في ضغط على محطات الكهرباء، في استهلاك اعلى للغاز، فبال يعني بالهدوء كده من غير ما اكون خبير في الغاز والى اخره، طبعا المساله ديت انه مصر محتاجه استهلاك غاز اكتر، فليس هناك الا لو معمول حل بقى انا ما اعرفوش يعني، انما ليس هناك امل في كام اسبوع اللي جايين دول انه موضوع الكهرباء ده يخلص. طب بالمناسبه احنا عندنا سياحه بتجيلنا وعندنا سمعه بتضيع مننا السياحه والاستثمار. انت دلوقتي عايز ناس تيجي تحط عندك عمله صعبه، مستثمر تقول له يا باشا تعالى احنا بنعمل ونخلي ونسوي. طب المستثمر ده المصنع بتاعه هيشتغل بالكهرباء، فلما يعرف ان الكهرباء بتقطع بشكل منتظم وفقا لجدول هيقول لك شكرا هروح افتح في السعوديه، هروح افتح في تركيا، هروح افتح في الجزائر، وانا ليه اجي بلد
الكهرباء بتقطع فيها بشكل دوري، ما تأثر على استثماري. نفس القصة السائح. السائح اللي بيجي من أوروبا أو من أمريكا أو من أي حتة في الدنيا، بيشوف الأخبار وبيعرف إن حضرتك الكهرباء بتقطع عندك، فيقول لك طب وأنا هروح أقعد في بلد الكهرباء بتقطع فيها ليه؟ يا عم ما أنا أروح تركيا ولا اليونان ولا لبنان ولا تونس ولا كوالالمبور، على الأقل يعني مش هتبقى الكهرباء بتقطع بشكل دائم ومستدام. طيب، السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية منتهى السخافة. يا راجل ده بيقطعوا الكهرباء عن أجدادهم الفراعنة. يا راجل ده بيقطعوا الكهرباء عن المساخيط وعن الآثار والكلام. أنا قلت الصعايدة بيقولوا على الآثار دي مساخيط. أنت متخيل بيقطعوا الكهرباء على الآثار؟ يعني مستكتر هم يقطعوها عليك أنت؟ إذا كان الأجداد اللي هم يعني عمالين يقول لك أجدادنا و7000 سنة حضارة بيقطعوا لهم الكهرباء، يعني هتصعب عليهم أنت يا أخي؟ تخيل أنت كده رمسيس الأول وحتشبسوت وأحمس ومش عارف أحمس بيقطع عنه الكهرباء، عادي جدا ما يقطع عنك الكهرباء أنت كمان شوية. يعني فاتورة السيسي بتاعت الكهرباء مش بيعاني منها الناس اللي عايشين دلوقتي، لا ده الناس الميتة من 5000 سنة جاي السيسي يقطع عنهم الكهرباء برضو عادي جدا، عنهم وعن آثارهم وعن الحاجات اللي سايبينها. سبحان الله. مش هنقدر نقطع الكهرباء عن الأماكن السياحية عشان هي مصدر مهم للعملة الصعبة. ده كلام مصطفى مدبولي، مع ان يعني السياحة بتقولك ان الكهرباء بتقطع عن الأماكن السياحية، ودي حاجة سخيفة قوي. شفنا الخبر بتاع وزارة السياحة، تعالوا نسمع من مصطفى مدبولي اللي بيكذب وزارة السياحة ووزارة السياحة بتكذبه. احنا ليه ما بنقطعش على الاماكن الساحلية او السياحية؟ لان خلينا نتكلم بمنتهى الامانة كمصريين، المناطق الساحلية هي مصدر دخل قومي للدولة، في سياحة خارجية جاية، في ناس بتدفع بالعملة الصعبة، ده مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية، مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية. وارجع للخبر اللي وريته لك قبل كده، هتلاقي ان وزارة السياحة بتقول ان قطع الكهرباء على المعابد الاثرية منتهى السخافة. طب يا باشا ما انت بتقطع الكهرباء عن الاماكن السياحيه اللي بتجيب لك العمله الصعبه. ليه؟ لان انت ما عندكش بعد نظر وما عندكش خطه وما بتفهمش في حاجه. انت ممشيها كده. خربت ما عمرت زي ما بيقولوا. طيب، رساله من مواطن الى السيسي. الاثار مش هتعرف تتكلم، التماثيل مش هتعرف تتكلم، وزاره السياحه بتتكلم عنها وبتوصل لرئيس الوزراء ان دي حاجه سخيفه. اما المواطنين المصريين اللي بيعانوا هم كمان من قطع الكهرباء، الوزاره مش هتقول عن القطع ده انه منتهى السخافه، بس المواطنين بيقولوا وبيعبروا بشكل تاني. نسمع احد هؤلاء المواطنين، احد ال 110 مليون اللي بتقطع عنهم الكهرباء، وهو بيقول لك رساله موجهه لعبد الفتاح السيسي بشكل مباشر. ربنا ينتقم منك يا بعيد، ربنا هيجاه النبي محمد، اشوفك على ظهرك يا بعيد، ما تلقى اللي يشيلك يا اللي عايشتنا في الضلمه. حزب الله ونعم الوكيل فيك، حزب الله ونعم الوكيل اللي عايشتنا في ضلمه يا بعيد، وقطعت علينا الكهرباء. حزب الله ونعم الوكيل فيك، حزب الله ونعم الوكيل مكان ما انت قاعد يا بعيد، روح روح يا شيخ، ربنا ينتقم منك شر انت. طيب يا بعيد، دي المقصود بيها عبد الفتاح السيسي، وده طبعا طبع شعبنا في الدعاء، ربنا ينتقم منك يا بعيد، روح مش عارف، الحاجات دي احنا عارفينها وده اسلوب شعبنا في الدعاء. طيب، بالمناسبه انتهت مهلة مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك بعد ما تم تطبيقها لمدة سنة. سنة كانوا عايزين الناس تدخل ذهب وتجيب فلوس وبتاع أي حاجة تحصل في البلد. جريدة المال قالت لنا إن مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك اللي عملوها لمدة سنة انتهت خلاص. نفس الجريدة بتقول لك أصلاً المبادرة دي ما عملتش حاجة. دي أفقدت الدولار أو أفقدت الدولة حصيلة دولارية. يعني يوم ما فكر وقال لك نعمل نشيل الجمارك عن الذهب علشان الناس تجيب ذهب للبلد، الخطوة بتاعته دي ما فرقتش، ولما فرقت معاه هو بالسالب، لأنها أفقدت الدولة حصيلة دولارية كما ذكرت جريدة المال. طيب، النهارده وامبارح والأسبوع اللي فات بقالنا أسبوعين بنتكلم عن إن في مشكلة ألبان في البلد. مين اللي بيقول كده؟ الناس، مش أنا. الناس بتقولك عندنا مشكلة في الألبان في مصر. حازم المنوفي بيقول لا توجد أزمة في الألبان في مصر. قدام حضراتكم
بيقول لك يا جماعة مفيش أزمة ألبان في مصر والدنيا زي الفل. بينما أعضاء في مجلس إدارة لجنة الألبان قالوا لنا وقالوا للدنيا كلها إن في 30% تراجع في عمليات تصنيع الأجبان. ليه؟ علشان ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ب 30%. ففي تراجع في عمليات تصنيع الأجبان لأن أسعار الحاجات اللي بتستخدم في إنتاج مواد الألبان، الجبنة والزبدة والحاجات دي، الحاجات دي زادت 30%، فتراجع الإنتاج. بينما بيطلعوا لك حد يقول لك لا الدنيا تمام ومفيش مشكلة خالص، ويفضلوا يكذبوا. احنا تعودنا بقى يفضلوا يكذبوا كده لحد ما الأزمة تكبر جدا، وبعدين يقوم نازل الحل بالباراشوت. عارفين طبعا قائد قوات اللبن الرايب هيطلع بقى ويقول لك تمام يا فندم، وحفاظا على الشعب المصري وتلبية لتطلعات الناس وتخفيفا عن آلام الشعب المصري، قررنا تصنيع اللبن الرايب واللبن الحليب وقشطة، هيسموها ايه بقى، قشطة العبور مثلا او زبادي العبور، او لا ما في عبور لاند فعلا، هتسموها ايه يا جماعة. عموما هو بيبقى دايما في مشكلة ويدخل حد من الجيش يحل المشكلة دي علشان الجيش هو اللي يكسب والباقيين ما يعرفوش ينافسوا كما هي العادة في بلد. الأسعار، بقية الأسعار، تعالوا نبص كده على بقية الأسعار في البلد. عندنا حاجات كتير عمالة تغلى وأسعار عمالة يعني مترددة متذبذبة. النهاردة بجنيه ونص، بكرة بأربعة، بعد كده بتنزل لاتنين جنيه، فيقول لك السوق أهو السعر رخص تقوم رافعة سبعة وهكذا. عندك ارتفاع جديد في سعر سجاير كيلوباتر، ارتفاع جديد اهوت. السجاير عموما في مصر اسعارها زادت الفتره اللي فاتت. بعض الناس تقول لك بركه يا جامس احسن، مش عايزين الناس تدخن، وبعض الناس تتضايق وتقول لك بقول لك ايه، اذا ما عرفتش اشرب سجاير ببقى معصب ومعكر وبتاع. بس بالنسبه لدول وبالنسبه لدول السجاير غليت. طيب نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع سعر البرقوق في السوق. يا سيدي المواطن المحترم، سعر البرقوق وصل 140 جنيه. سعر البرقوق 140 جنيه، يعني التوم بكام والبرقوق بكام والخوخ بكام وكل حاجة أسعارها مهيئة أنها تزيد. ليه؟ شوف انت بقى، هيقول لك اصل الدولار، مش الدولار ولا حاجه، ممكن تكون مثلا البرقوق بتاعك بيعجب دوله ما وبتدفع فيه بالدولار، فاحنا بنصدر عشان نجيب الدولار. طب والشعب؟ يعني عندنا نظام مش مهتم كتير بالشعب، عندنا راجل، استغفر الله العظيم يا رب، انا اسف بقول راجل، عندنا واحد في الحكم مش فارق معاه مساله الشعب بيحب ايه ومش عايز ايه وما بيحبش ايه، عندنا واحد مش فارق معاه الشعب لو صدرنا الاكل بتاعه لبره هيغلى عليه ولا مش هيلاقي ياكل، مش فارق معاه ده كله، هو اللي فارق معاه انه يصدر بره ويجيب ايه؟ يجيب الدولار. طب هيجيب الدولار ده علشان ينفع بيه الشعب؟ لا، عشان يسدد الديون والاقساط اللي عليه اللي هو استلفها، عشان هو اللي راح عمل اكبر جامع وكنيسه والكلام اللي انتوا عارفينه، انا ما بحبش اقوله كتير بس والله هو ده الواقع. البلد دي عماله تدفع ثمن هواجس عبد الفتاح السيسي وجنوح عبد الفتاح السيسي ورؤية عبد الفتاح السيسي اللي هو شايفها لوحده، اللي هي لا قايمة على دراسة جدوى ولا ناس بتفهم ولا حاجة. هو صحي الصبح كده قال احنا لازم نعمل كذا، طب يا ريس ده مالوش لازمة دلوقتي، هو احنا هنعمل كذا، فهمناها سليمان، انا بفهم اكتر منكم كلكم. طيب اللحوم يا جماعة تراجعت، تراجع اللحوم، اللحوم بقت ب 380 جنيه، مفيش بيع ولا شراء، فأسعار اللحوم رجعت في مصر ووصلت 380 جنيه، والأبقار الحية وصلت ل 165، ده قبل العيد اهو بشهر. بس ده ليه يا ترى؟ عشان الناس ما بتشتريش، ده اضرابه، لا عشان الناس ما عندهاش فلوس اصلا، الوضع يعني يعلم بيه ربنا زي ما حضراتكم عارفين. طيب احنا قلنا اللحمة رخصت عشان الناس ما بتشتريش، بس الذهب ما رخصش، 600 جنيه فرق الذهب مرة واحدة، أو زيادة في سعر الذهب مرة واحدة، 600 جنيه زيادة غير متوقعة في سعر الذهب. الذهب
زاد يا جماعه مره واحده 600 جنيه الخبر يا جماعه لو سمحتوا. 600 جنيه ده مبلغ كبير لما تتكلم على عيار 21 والزياده دي في جرام واحد بس. طيب هيقولوا لنا ايه؟ هيقولوا لنا تبرير. اي تبرير يضحكوا بيه علينا. هيقولوا لنا اصل كوريا الشماليه زعلانه من كوريا الجنوبيه فاحنا سعر الفول زاد عندنا. هيقولوا لنا اصل الذهب ده انتوا عارفين ان المنجم اللي في كوستاريكا اتزحلق فيه جبل من بوليفيا فمهم سعر الذهب غلي عشان كده. اي كلام، اي هبد هيتقال لك عشان ايه؟ عشان تسكت وترضى، او المبرراتيه بتوع السيسي يبقى عندهم كلام يعرفوا يقولوا له الناس، حتى لو كان كذب عادي مش مشكله. طالما الاستاذ عمرو اديب قال كده فنطلع نقول وراه، طالما مش عارف مين قال كده نطلع نقول وراه وخلاص، وهو حد بيعد يعني مشيها يا عم. ده النظام اللي ماشي عندنا في البلد. طيب احنا ناويين نبيع، ارجعك تاني للموضوع الاساسي اللي هنتكلم فيه لما تتصل بينا حضرتك كمان شويه. احنا يا جماعه ناويين نبيع راس جميله بس مش هناخد فلوس، لان فلوسها السيسي خدها قبل كده. عارف انت لما تروح تاخد فلوس من واحد بالفايده وبعدين ما تعرفش تردها؟ قلت لك انا مثلا شويه ده اللي حصل معانا بالظبط. قالوا لنا فلوسكم عندكم، فلوسنا عندكم، هاتوا بيها ارض. وده اللي بيعمله السيسي. طيب في تبرير، طبعا في تبرير ان كل البلاد بتبيع المؤسسات. ماشي، ده كلام الاستاذ عمرو اديب. طب هي كل البلاد بتبيع ارضها؟ وخد بالك ده مش استثمار. لو استثمار يبقى راس براس وند بند، انما ليك فلوس عندي مش عارفه ادفعها لك وارجعها لك فتاخد ارضي، ده ما اسموش استثمار. واللي يقول لك حاجه غير كده ده استحمار، مش استثمار ابدا. اسمع معايا الاستاذ عمرو اديب وهو بيقول لك ان في هيئات حكوميه لازم تتباع، بالمناسبه بما فيهم استاد القاهره. احنا ممكن نبيعه السعوديه مثلا ويسموه استاد محمد بن سلمان عادي، او نلاقيه استاد بن زايد نبيعه الامارات لابو ظبي عادي عادي. ما هو قبل كده كان اسمه استاد ناصر، بس هو في فرق بسيط بتحب او بتكره، بس ناصر كان رئيس مصر، جمال عبد الناصر كان رئيس جمهوريه مصر العربيه، مصري. تختلف مع ولا قول اللي انت عايزه، بس كان مصري. لا باع استاد ولا باع شركه ولا باع نيل ولا باع ارض ولا باع حاجه بصراحه. انما تتبع لنا حاجات زي دي في قلب البلد، يعني انا مش شايف حد جاي يعمل حاجه جديده. لو هتدي ارض المستثمر يعمل عليها استاد جديد ماشي، انما استاد القاهره اللي موجود من الستينات ابيعه ليه؟ ابيعه لمين؟ ايه الضوابط؟ مفيش. طب اعمله لشركات مصريه تشتريه وتديره، تاخده حق انتفاع 50 سنه، فتيجي شركه زي مثلا شركه جهينه تاخده وتسميه استاد جهينه، وديه تاخده شركه شركه المقاولين العرب، اي حاجه. انما لا، طالما بيع يبقى بيتباع للي يسهل عليهم يبيعوه لناس ثانيه. ناس ثانيه بتحبهم بقى، بتكرههم، عندك معاهم عداء تاريخي، مش مهم. الناس الثانيه اللي ممكن تشتري بقى اسمه فهد، اسمه حمد، اسمه كوهين، اسمه شالوم، مش مهم. عشان تعرف ان الفكره مش بس انك تبيع، الفكره انك تبيع لمين ومين عامل علاقات مع مين ويسهل له انه يسيطر على ايه في البلد. مستشفيات، شركات اكل، شركات شرب، شركات دواء، شركات بتعمل افلام واغاني بتسيطر على العقل كمان، شركات بتاعت عايز يبيع لك الاستاد علشان تيجي ناس تسيطر لك على جزء من الرياضه وهكذا. شوف معايا الاستاذ عمرو وهو بيقول لك ان في حاجات كتير في البلد لازم تتباع. مش هقول اللي انا قلته 100 مره. في هيئات لازم تتباع. تتباع. خلاص انت مش لازم تشيل الكلام ده تاني. انت بكتير وانت لازم تتفرغ لايه؟ تعليم، صحه، ضمان اجتماعي، يعني بقى انت مش انت كدوله مالكش دعوه بكل الكلام ده، خلاص. انت مش لازم يعني استاد القاهره اللي بيخسر ده انت متمسك بيه ليه؟ يعني ايه هي الـ 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 الامن القومي المصري اللي يتاثر لو استاد القاهره
همتليش في استاد القاهره. انا بتاع وهم شغالون جيب ناس تديره وتدخله ارباح وتشغله بشكل اقتصادي وحاجه. طب نعمل ايه يعني؟ طب نعمل ايه يعني يا جماعه؟ ايه المشكله؟ نعمل ايه يعني؟ عندنا 40 استاد ما نبيعهم. ده بريطانيا بايعه استادات، عندك استاد الاتحاد واستاد الامارات في بريطانيا. هو انت عندك قوه بريطانيا؟ ما هو هتقول لي قوتها في ايه؟ لما جم عايزين الاماراتيين يشتروا في فودافون رفضت، قالت يعني يضر الامن القومي. انت بقى قلت رفضت ايه للامارات؟ انت ما فيش حاجه الامارات حبت تشتريها وما خدتهاش. من يا سيدي استقيل الى لعنه مصر، عمرو دياب يهاجم موظفي مصر. عمرو اديب يا جماعه، عمرو اديب يهاجم موظفي مصر للمره الخامسه. يا سيدي استقيل الى لعنه مصر. كل ده يا جماعه على فكره كل دي حوارات تافهه وجانبيه وما تاثرش فينا كتير. اللي ياثر فينا هو التبرير العمال على بطال لكل حاجه وحشه بتحصل في البلد، والتبرير العمال على بطال لبيع الارض وبيع الوطن. واحنا عارفين ان الارض عرض، وزي ما كان الناس بيقولوا زمان عواد باع ارضه يا اولاد شوفوا طوله وعرضه يا اولاد. طيب قبل ما اسال حضراتكم عايز اسالكم عن موضوع قطع الكهرباء في الصيف ومبادله الارض مقابل الديون اللي عاملها عبد الفتاح السيسي. عندي دلوقتي بيان صدر من شويه من كام ساعه كده عن الخارجيه المصريه فيما يخص الدعوة اللي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ويبدو فيما يبدو أنه رد على حالة الاستهتار والتعامل المتعجرف من جانب نتنياهو. طبعا شفنا الإهانات اللي حصلت، اجتياح معبر رفح واستعراض القوة اللي حصل في ممر صلاح الدين. طيب عندنا بيان محترم من مصر، خلينا نقراه لحضراتكم. جمهورية مصر العربية، وزارة الخارجية، بيان: مصر تعلن اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. تعلن جمهورية مصر العربية عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وتوضح جمهورية مصر العربية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوة المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وتطالب جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره الشعب يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وتجدد مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين فلسطين. ووزارة الخارجية المصرية 12 مايو 2024، بيان محترم، بيان محترم يليق بمصر، بيان محترم يليق بالدولة المصرية فيما يخص القضية اللي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل لانتهاكها القوانين في معاملة المواطنين المدنيين في قطاع غزة. يعني مش هقول لك نشكر ومش نشكر، لا، هو ده يعني النوع ده من البيانات المفروض يبقى الحد الأدنى
للخارجيه المصريه. المواقف اللي زي دي حتى لو جت متاخره كتير ولكنها حدثت بالفعل وحصلت، والمصريين كدوله او مصر كدوله بتقف لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وتعري المحتل الاسرائيلي. بيان موفق يعبر عن دوله عظيمه لها شان عظيم ولها دور مهم وتاريخي ومحوري في القضيه الفلسطينيه وكل القضايا العربيه والشرق اوسطيه. طيب هنروح نشوف تقرير عن مصر، عن الصيف اللي جاي، عن الحر اللي هينهش في الناس، والكهرباء اللي هتفضل مقطوعه بما ان الاستاذ عمرو اديب طالع يمهد ويقول لنا كلام الحكومه. هرجع بعدها اسمع من حضراتكم، تكلمونا على الارقام اللي قدامكم دلوقتي. الاولويه طبعا للاتصال المباشر منكم سواء على واتساب او تليجرام او سيجنال، والاولويه الثانيه للي هيبعت لنا رقمه علشان نتواصل معاه. هسالكم على موضوعين بصراحه. الموضوع الاول انقطاع الكهرباء اللي مستمر معانا في الصيف اللي جاي، وراي حضرتك في مبادله الارض، الارض مقابل الديون، وما يفعله عبد الفتاح السيسي في ارض مصر ومقدرات المصريين. شوف التقرير ونفتح بعدها فقرة صوت الناس لكل الناس. الإعلاميين في مصر متصنفين كل واحد بحسب قيمته، يعني نشأة الديهي غير أحمد موسى غير عمرو أديب، كل واحد وموهبته ومصداقيته عند الناس. نشأة الديهي مثلا موجود بالأساس عشان يشتم المعارضين في الخارج، أحمد موسى موجود برضو عشان يعمل أي زخم والسلام، أما عمرو أديب فالسلطة من خلاله بتعدي على كل اللي ما بتعرفش توجهه بين الناس. زي ايه؟ زي موضوع الكهرباء مثلا. السيسي والنظام عايزين يقولوا لنا من خلال عمرو اديب ان الكهرباء الفتره اللي جايه هتفضل تقطع، وده تمهيدا لحضرتك من دلوقتي عشان تظبط حالك مع الحر القاتل في مصر. طبعا قطع النور ده هيبقى في وقت الذروه، ذروه الحر، فحضرتك مطالب ان كنت في بيتك او شغلك بانك تكفي نفسك وتستعد لموجات لهيب حارقه، وكله عشان مصر. وهنا المواطن بيسال، طيب بيع راس الحكمه وراس جميله وفلوس الاتحاد الاوروبي ومنح البنك الدولي وقروض صندوق النقد، كل الفلوس دي مفيش فيه كام مليون يظبطوا الصيف والوجع اللي جاي؟ يجاوبك عمرو اديب برضه ويقول لحضرتك كل اللي جاي يتسكن خلاص في الديون اللي علينا، ومصر دوله ملتزمه بدفع قروضها. وكلام كبير مش هيفيدك، وانما هيفيد بقاء النظام، لانه لو ما دفعش القروض هيتحط في البلاك ليست. طب بذمتك يتحط في البلاك ليست ولا تستحمل شويه عشان خاطرهم؟ طبعا موضوع الكهرباء هياثر كمان على السياحه، لان كل شركه سياحه في العالم بيبقى عندها علم بالموضوع ده، وده هياثر اكيد على زياره مصر بالنسبه لاولويه السائح. يقول لك يعني انا جاي اتعذب، طب ما اروح اليونان ولا تركيا احسن لي، على الاقل هيخش الفندق بالليل ويعرف يشحن موبايله. ازمه الكهرباء في مصر هي أزمة كاشفة للنظام بيضحك على الناس وبيوهمهم بالسمن والعسل، والحقيقة حضرتك تقدر تتعرف عليها بنفسك بدون ما تسمع حد يقول لك حاجة. أزمة الكهرباء في مصر كفيلة برحيل أنظمة، لكن النظام عندنا عارف كل حاجة وبيعمل لأجل خاطر البلد. حضرتك بقى مصدق الكلام ده؟ طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية، أول اتصال معايا من لندن، أستاذ مختار أهلا بيك. استاذ مختار معايا؟ ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتمنى حضرتك تعلي صوتك شويه، واهلا بيك، اتفضل يا فندم. حضرتك بخير ان شاء الله. طب ثانيه واحده، ازاي معاليك؟ الله يبارك في عمرك، تسلم يا استاذ مختار، اتفضل يا فندم. اولا بالنسبه لمشكله قطع الكهرباء دي، انا مش عارف، بلد يعني متحضره وفيها كل الوسائل المتاحه من مياه وطاقه شمسيه وطاقه بتروليه، وبالرغم من ذلك الناس بتعاني يعني من وبعدين غير كده كمان، يعني انت لو معاك مكالمه تليفونيه من اي مكان في الدنيا، وبالتالي ما فيش نت، فانت بتحرم حتى الطلبه من مواظب دروسهم وامتحانات، والدنيا خربانه ومش عارف انا الناس دي مودينا فين. الله يكون في عون الشعب المصري. الله يعين الناس، بشكرك يا استاذ مختار. يبقى الوضع في مصر مش بس الكهرباء، ده انت عندك الاتصالات كمان من وجهه نظر الاستاذ مختار فيها مشاكل كبيره. استاذ احمد من مصر معايا، اهلا بيك. استاذ احمد معايا؟ ايوه يا باشا معاك. ايه الاخبار؟ طمني عليك. تمام والله الحمد لله. بيقول لك الكهرباء هتقطع في الصيف اللي جاي برضه، ومفيش يعني موضوع تخفيف الاحمال ده هيفضل مستمر، ايه رايك؟
لا 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 ما فيش الكلام ده يا باشا. دلوقتي في مصر الوضع زفت 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 زفت. بمعنى ايه؟ انا في قريه اسمها محله مرحوم تابعه لطنطا. شغال في العياده ولا لا ولا ايه؟ ايوه شغال في العياده. انا عارف العياده، العياده دي الشغل بتاع الستاير القديم. شغل الستاير دلوقتي خلاص بقى ولا في يدوي وكل الما السيتي جت جالها. بس الصيني بالله. الصيني قاضي على الشغل بتاعكم اصلا. اه مفيش بقى خلاص الصيني كله هو اللي شغال. اه طيب عشان نقول بس للناس يا استاذ احمد، محله مرحوم دي قريه كبيره جنب طنطا، واهلها مشهورين بشغل العياده والفرنشات والحاجات اللي هي الدلايات اللي بتبقى على الستاير الفخمه الكبيره، وشغلهم ورش وقايم على الكهرباء. الكهرباء عامله عندكم ايه بقى يا ابو حميد؟ لا الكهرباء عندنا زي الزفت زي الزفت، يقطعوها الصبح ويقطعوها بالليل ويقطع، ما فيش عارفين نشتغل مش عارفين نشتغل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طيب حتى لا الحكومه بتاعتنا حكومه فاشله، من حقه اللي هو يغور، الكلب ده يغور يغور فعلا، بس احنا مش عارف، تحس ان الشعب كله واخد يعني زي حقنه كده، اللي هو احنا مستسلمين. مستسلمين ليه؟ ما اعرفش. انا واحد عن نفسي نفسي اطلع بره البلد دي خالص، واخواتنا في فلسطين برضو ما فيش لا 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 لا، الراجل ده من حقه. الكلاب بقى الاعلاميين اللي حضرتك جايبهم دول دمت يعني، والله 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 ما بنافق في كلامي، الناس دي اوسخ ناس انا قابلتها، اعلاميين مصر اوسخ ناس، حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. شكرا يا احمد. انا عايز يا جماعه ان دي قريه منتجه والناس فيها، ويعني انا بعرف ده، بيصدروا بره، بيصدروا الامارات والسعوديه والقطر، وبيصدروا لاوروبا. وشغل العقاده اللي هو شغل الستاير عند محله مرحوم دي يعني بيجيب دولارات للبلد. مش عارفين يشتغلوا من قطع الكهرباء. يعني حتى اللي بيساهم بدخل البلد وبيساهم في دخل البلد وحل مشاكل البلد مش عارف يشتغل، علشان البلد بتقطع عنه الكهرباء فما يعرفش يكمل شغله. لك ان تتخيل البلد دي ماشيه ازاي. ابو القعقاع من قطر معانا، اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا ابو القعقاع، اتفضل. اهلا وسهلا. يا سيدي في ثروه في مصر، شفت ولا لا؟ في ثروه في مصر. استحوذ على، انا متابع مصر زين. استحوذ على هالجيش وابراهيم العرجالي. وهم اللي غطوا على الحكومه المصريه هذا الاموال، لان الخليجيين ما عاد دفعوا، خلاص انتهوا، دفعوا 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 لان فلسوا. يقعد هم بيفلسون الحين، يعلون الخليج نصهم افلاسهم مما اعطوا السيسي. فمصر تالا كبيره، مداخلها زينه. انت لو تتابع ابراهيم العرجالي ده قد تكون اكثر من الرئيس. كعرب يا ابو القعقاع لما تسمع ان ابراهيم العرجاني ده شيخ عرب وشيخ مشايخ العرب في مصر تحس بايه؟ احس انها اكثر من السيسي، ومحتاجه السيسي ومحتاجه امواله، هو يحب ايده السيسي، يحب ايده ابراهيم العرجاني. خلاص الحين قد محافظه في رئيس سيناء او على مصر كامل. المال يا اخي يحط الرجال فوق، المال يرفع البيوت. استنى لو الدول تحتاج الى يرفع الاموال، ابراهيم عرجاني انا والله قسم بالله قسم بالله اعتبرها اكثر من السيسي. شكرا يا ابو القعقاع، بشكرك شكرا وبشكر وجودك معانا. نرجع مصر، ابو بكر معانا من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام يا ابو بكر. الكهرباء مطوله معانا، هتقطع برضو في الصيف. والله الكهرباء تعبانين منها خالص استاذ احمد، مش عارفين. لا الصوت مش تمام يا ابو بكر، لو فاتح للسبيكر السماعات اقفلها لو سمحت. والله يا استاذ احمد بقول لك مش عارف، الحكومه دي عايزه توصلنا لحد ايه؟ والله عايز تشغلكم يا اخي يعني، عشان تشغلكم بنفسكم عشان ما تنشغلوش بيها. هم كانوا بيحاربوا الدكتور محمد مرسي على ان في قطع كهرباء وفي هيبيع جزيرتين وهيبيع سينا، وهم اللي رجعوا نفذوا كل الحاجات اللي كانوا بيضربوا فيها الدكتور محمد مرسي. طب هو الراجل باع حاجه الله يرحمه؟ هو ما باعش حاجه الراجل، هم اللي بينفذوا. هو الجيش ساكت ليه؟ الجيش ساكت ليه؟ انا عايز اعرف الجيش ساكت ليه على الراجل ده؟ ما يمكن عاجبه اللي بيحصل. ده هو الجيش هو مطبق نظريه هتلر
هتلر كان بيدي الجنود اللي حواليه فلوس ساكتين، هو التاني بيديهم فلوس ساكتين. احنا ضايعين في النص، احنا مش عارفين نعمل ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. بشكرك يا ابو بكر. ابو عمر معايا، امال فين الغاز اللي اكتشفناه في حقل ظهر وجبنا جون وهنستخدمه في توليد الكهرباء؟ ايه اللي حصل يا ابو عمر؟ ابو عمر مش معانا ولا ايه؟ مش معانا؟ مش معانا ابو عمر. اهلا بيه مره تانية. ام محمد معايا، اهلا بيكي. عليكم السلام يا حاجة، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا ابو، عامل ايه؟ الله يديك الصحة. بيقول لك الكهرباء هتقطع في الصيف برضو، عاملة حسابك؟ اه امال يا امال، امال ربنا ينتقم منهم بحق جه النبي. هم سايبين الناس في حالها، ده هم بيحاولوا يمصوا دم المصريين بانه جه يا استاذ احمد، ما همش لاقيين. طب انت هتعمل ايه في الصيف بقى لما الكهرباء، لو الكهرباء قطعت ساعتين وثلاثة؟ والله يا استاذ احمد الناس على اخرها يا استاذ احمد، والله والله الناس على اخر، في الحر ده هو وفي النار ده هو، الناس على اخر. ما تستحملوا شويه، ايه المشكله؟ ليه على اخركم؟ استحملوا شويه عشان الزعيم يعيش كويس. ايوه ايوه عشان الزعيم، ونجوع عشان الزعيم. وهو بيجوع وبيستحمل. لا هو الزعيم، الزعيم هو حاجه ثانيه. هو بيجوع يعني وبيستحمل زينا يعني؟ لا هو زيكم، هو انتوا زعماء. ربنا ينتقم منه بحق جه النبي، رب منه هو وكل من ايده وفوضه يا استاذ احمد. ربنا يخلص شعب مصر منه بحق جه النبي، ربنا يخلص البلد من كل المجرمين. بشكرك، بشكرك جدا على وجودك معايا. شكرا محمد. استاذ احمد معايا من مصر. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام يا استاذ احمد. الكهرباء مطوله معاك في الصيف، هتقطع برضو يعني، لو عندك طريقه لحل المشكله دي ممكن نعمل ايه علشان الكهرباء ما تقطعش عليكم في الصيف؟ هتكلم الاول بس عشان موضوع البيع يا استاذ احمد، مسلسل البيع ده مش هينتهي غير لما نخلص الديون اللي علينا اللي هو 170 مليار دولار. وطبعا زي ما هو قال لك بعد 75 سنه طبعا ان شاء الله مصر هتحلو يعني، بعد 75 سنه. فطول ما احنا موجودين دلوقتي هنبيع، هنبيع البلد كلها بحرا وجوا ونهرا، وكل حاجه هتتباع في البلد. طب ما هسد منين؟ ما دي ديون علينا، هنسدها منين؟ دي هو عامل زي القربه المخرومه بينفخ فيها وده هو بيطلع من الناحيه الثانيه، ما بنستفادش بقى بحاجه، يا ريت حتى البيع بنستفاد منه، ما بنستفادش. ماشي؟ والاقتصاد عمال طبعا يتدهور والحاله عماله تزيد سوق. بالنسبه للكهرباء فبوصل بس رساله لمدبولي، بيقول له يا مدبولي الاولاد بيذاكروا مش عارفين يذاكروا والله من الانترنت، طبعا كل شغلهم دلوقتي او مذاكرتهم اونلاين. فبقول له الله يخرب بيتك العيال مش عارفه تذاكر، ربنا ينتقم منك يا مدبولي. حاول تفتح عينك شويه كده وانت بتتكلم وبلاش تهز راسك. واسمعني كويس، بقول لك يا مدبولي العيال مش عارفه تذاكر من الكهرباء، طب حتى لما يخلص امتحانات. شكرا يا استاذ احمد. شكرا ليك، بشكرك. معانا استاذ احمد برضو من مصر، اهلا بيك. استاذ احمد معانا؟ يا استاذ احمد يبدو انه فقدنا الاتصال باستاذ احمد، اهلا وسهلا بيه مره ثانيه. طيب معانا اتصال اخر. استاذ محمد مش معانا. استاذ محمد طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد. ام احمد معانا من مصر، اهلا بيكي. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا يا ام احمد، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انتوا منين؟ من الصعيد ولا منين؟ قولي لي. من الصعيد. ما كلمتك مرتين. الناس الناس بتنسى يا ام احمد. لا كلمتك مرتين والله، احنا عايزين نتكلم عشان النور. احنا من الصعيد والله تعبانين، واحنا ناس كبار في السن وتعبانين، وبعدين الفواتير الكهرباء بتجينا يعني 3000 و2000. يعني الفواتير بتجيلكم غاليه ومفيش كهرباء، او الكهرباء بتقطع برضو؟ طيب الكهرباء بتقطع كم ساعه دلوقتي يا ام احمد؟ ساعتين والله العظيم، وساعات اكتر، ساعات 3 ساعات، والجو نار، احنا في الصعيد هنموت. طب لما يجي الصيف هتعملوا ايه؟ ده هتقطع برضو في الصيف؟ والله العظيم يعني مش عارفين نعمل معاه ايه ده، والله العظيم امبارح جه محصل النور اشتكلت معاه وما رضيتش اديله الفلوس، قال لي هنشيل العداد، قلت له تعالى اشيله. غريب جدا.
طيب لو فضل يقطع الكهرباء او تقطع الكهرباء بالشكل ده برضه في الصيف، يعني ايه اللي ممكن يحصل له؟ لا هنموت يا ابني، ده لا مؤاخذه يعني مش ميه هنخزنها، الكهرباء دي ملهاش حل. ده ربنا ياخده هو واللي معاه. ربنا يعين الناس. والله العظيم ولا عمرنا انتخبناه ولا عمرنا عبرناه ولا عمرنا رحنا وبندعي رمضان كله بنقول يا رب يشيله، عشان بيقول لك انا مش هسيب الكرسي طول ما انا عايش. ربنا يعين الناس. بشكرك يا ام احمد. ام محمد معانا، اهلا بيكي. استاذ احمد عامل ايه؟ الله يخليك، اتفضلي يا حاج. ربنا يخليك يا استاذ احمد. بقول لك ايه يا استاذ احمد؟ اتفضلي. لما تحصل اكبر من كده هنستعين بالله ثم بنخنوخ، زي الست اللي طردوها من شقتها وبهدلوها وقالت الله يخليكوا الله يخليكوا يا ناس، وصلوا الفيديو بتاعي ده وصوتي للمعلم صبري نخنوخ. ما استغيثتش برئيس دولة ولا بالحكومة ولا بالنظام الفاسد ولا بأي حاجة، اتصلت بالمعلم صبري النخنوخ قالت الله يخليكم وصلوا فيديو يا جماعة وصلوا صوتي. ما احنا بقى نعمل كده يا أستاذ أحمد؟ أو كنا حتى اللي هم الجيش المصري اللي موت فلسطيني وقاعد يضرب فيه عيني وهو مسناقص وهل كان كنا برضو نستعين بنخنوخ ولا بالعرجاني يقول لهم ارحموا الناس دي ولا ايه يا استاذ احمد؟ البلد باظت يا استاذ احمد، البلد ما عادش فيها اي حاجه خالص. وطلع عمرو اديب بيقول لك اللي بيخسر عند انت عايزه ليه؟ المصانع كلها خسرت، الشركة كلها خسرت، الدنيا كلها خسرت، كل حاجه في البلد خسرت واتباعت. يبقى صحيح عايز البلد يعمل بها ايه؟ عايز يعمل بها ايه يا استاذ احمد؟ ربنا يعين الناس يا محمد، واشكرك جدا. غيرونا السؤال يا جماعة، خلونا سؤال عن القروض اللي بيتم مبادلتها، القروض السعودية اللي بيتم مبادلتها بالأرض المصرية. فالسيد من الكويت معايا، فالسيد إيه رأيك في إن السيسي مش عارف يدي للسعودية القروض بتاعتها فهيديها لها أرض وشوية شركات كده على ما أسم؟ السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام ورحمة الله، اتفضل. وحشتنا والله، بقى لنا مدة ما اتصلناش بحضرتك. تنور، أهلا بيك. الله يبارك فيها حضرتك. هي القروض دي بقت دين علينا احنا، على الشعب المصري. معاك معايا حضرتك؟ يعني دلوقتي هي على اولادي واولاد ولادي. لا، ما هو دلوقتي هياخد في 10 مليار اهو، ولا 10 مليار و4 من 10، السعوديه هتنزلهم من الديون وياخدوا بيهم ارض وشويه شركات. ايه رايك في الكلام ده؟ يبيع ما البلد يا فندم، البلد مش بلدنا، البلد بلد. لا، البلد بلدنا يا فندم، البلد المفروض انها بلدنا. في الواقع المفروض احنا بنتكلم في الواقع دلوقتي يا فندم، البلد مش بلدنا يا فندم. تعالى شوف مشكلتنا في الكويت يا فندم، يعني الناس روح شوف يا فندم قدام السفارة لسه الفيز مقفولة والناس بطوابير. الفيزا النهاردة بتكلف 300,000 و400,000. الناس عايزه تسافر، بتتسلف وتتداين وتبيع نفسها عشان تسافر. سايبين البلد. انا نفسي ارجع بلدي، انا عايز ارجع بلدي، ما عايز اشوف عيالي، عايز اعيش وسط عيالي. اعيش وسطهم ازاي؟ اوكلهم ازاي يا ريس؟ اوكلهم منين ان ما كنتش متغرب ومش هشوف اولادي؟ لازم ادفع الضريبه دي عشان اقدر ادفع الكهرباء وادفع الميه وادفع ديون الارض اللي بتتباع. هي دي مشكلتي وكل متغرب. شكرا ليك، بشكرك يا استاذ سيد، تحياتي لحضرتك. محمد معايا من الجزائر. استاذ محمد معانا؟ طب مش عارف، مش معانا. طب يبدو الاستاذ محمد من الجزائر مش معانا. معانا استاذ محمد بس من مصر بقى. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد. السعوديه هتشيل من عليك ديون وتبيع لها ارض وشركات، موافق؟ والله يا استاذ احمد انا عندي حل يريح الدنيا كلها. يا ترى ايه الحل؟ نعيشها كلها قبائل وخلاص، اتحادات بقى. بس وخلاص. طب ما القبائل العربيه، يعني مجموعه من القبائل العربيه عملت بيان قالت لك العرجاني ده لا يمثلنا ولا يشرفنا ولا يعني شايفينه اصلا. لا، كلها تبقى قبائل وخلاص يا استاذ احمد ونخلص من الليله دي.
طيب شكرا يا استاذ محمد، بشكرك. استاذه فاطمه معايا؟ ايوه. ازيك يا ابو عبد الله، اخبار حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذه فاطمه. ايه رايك السعوديه هتشيل من علينا اكتر من 10 مليار دولار وتاخد حته ارض وشويه شركات كده؟ موافقه؟ المشكلة ان الشعب المصري مالوش اي راي، الراي الراي الراي. لا انا باخد رايك اهو، انا باخد رايك اهو يا استاذ فاطمه. ده بلطجي حضرتك يا استاذ احمد. الواحد خلاص احنا مش عارفين نتكلم، هنتكلم ده ولا احنا خلاص تعبنا، تعبنا بجد. يعني زي النور اللي بيقطع ده حضرتك كل يوم ساعتين، وبعد كده يقطعوه يجيبوه بعد خمس دقائق ويقطعوه تاني. حرقوا عند الثلاجه، حرقوا حاجات كتير عندنا، زجاجة كهربائية. ده غير مين؟ ده حرام، كل اللي بيحصل ده حرام. احنا تعبنا خلاص يا استاذ احمد، تعبنا بجد. ولا ان شاء الله حزهم، لكن في انتهى منه ربنا ان شاء الله، ربنا ياخده، ربنا ياخده الحج لاي مفترجه يا رب. ونعم بالله. اشكرك يا استاذ فاطمه. الناس تعبت بس هو ما تعبش، يعني غريب، انتوا تعبتوا بس هو ما تعبش. والمشكله ان هيطلع اعلامي كمان شويه يقول لك ايه، ديون مصر نزلت 10 مليار مره واحده وحكمه السيد الزعيم. يا باشا ما هو بايع ارض وبايع شركات وبايع مدارس وبايع يعني الامن القومي المصري، انت مش واخد بالك؟ مش مهم، المهم ان السيد الزعيم قدر ينزل 10 مليار فاصل 4 من 10 مره واحده. طب ما ديون كانت عليه ما لناش فيه، بس هو نزلهم مره واحده، قدر يخلص منهم مره واحده. والارض دي مش مهم، لانك عندك عساكر مش زي العساكر اللي كانت قبل كده. قيادات الجيش المصري عمرها ما فرطت في ارضه بالشكل ده. قيادات الجيش المصري عمرها ما كان سهل عليها تبيع ارض البلد. انما دول ما تفهمش دول مين ولا بيمثلوا مين. تفهمش القيادات اللي على راس الجيش المصري دي عقيدتهم ايه؟ شايفين الوطن ايه؟ يا ترى شايفين الوطن عزبة يبيعوا أرضه ويرهنوها علشان يدخلوا شوية فلوس في كروشهم، ولا شايفينه لعبة وحاجة نلعب بيها ويعني نأجر ونبيع زي ما احنا عايزين؟ عموما أيا كانت الرؤية اللي شايفين بيها أرض مصر فهي رؤية شاذة لا ليها علاقة بمصر ولا بالعسكرية المصرية. محمود من مصر معايا، أهلا بيك أستاذ محمود. معايا ابو محمود يا فندم. ابو محمود اتفضل يا فندم، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا رب، يديك الصحه. اهلا. ايه رايك في ان ندي ارض للسعوديه وندي لها شركات مقابل ان هم يشيلوا الديون اللي علينا؟ ايوه يا فندم، هم 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 ليهم فلوس عندنا كويس. فبالتالي هقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد، يعني احنا بنطلع من حزن ندخل في مصيبه. كويس، يعني حضرتك احنا انا عن نفسي هنا في اسماعيليه كويس، من نادي الصراع ما تعرفش تدخله يا فندم دلوقتي. نادي الصراع ما تعرفش تدخله حضرتك دلوقتي لان خلاص يا فندم مش بتاعنا. طيب انا بذكر حضرتك يا استاذ احمد، معلش، انا كنت عند ابني انت عارف اقصى احلامه لما رحت له زياره عايز ايه يا استاذ احمد؟ ايوه. تتخيل حضرتك بقول له يا بابا طلعني اسيب مصر واغور في داهيه يا بابا، بس طلعني يا استاذ احمد. انا ليا راي بعد اذن حضرتك، ناخد من منصه حضرتك ككتله الناس تتوحد على راي يا جماعه، كفايه كده حرام، من كهرباء لغلو اسعار لمصايب سودا ولسه اللي جاي العن. عايزين نتوحد يا جماعه، حرام عليكم، مصر بتضيع مننا ومش عندنا ساكتين. انا ابني ضاع مني يا استاذ احمد بسببهم وهنفضل ساكتين. انا عن نفسي يا استاذ احمد بقولها على الهوا، والله ما هسيب حق ابني قسما بالله. ربنا يعينك ابو محمود ويرد ابنك ويرد الكل غايب اهله ان شاء الله، ويا رب ما يبقاش في ظلم في مصر، العدل هيريح الناس كلها. بشكرك جدا. ابو عادل معايا، اهلا يا ابو عادل. خدنا الاتصال مع ابو عادل كما هو واضح. نروح للمغرب، وحميد من المغرب معانا، خلينا نسمع رايه. اهلا بيك. اهلا اهلا اخويا احمد. اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون بخير، اتفضل يا حميد. كل شيء بخير الحمد لله يا اخي احمد. الموضوع الذي تناقشه يا اخي احمد هو في رئاسه المرحوم مرسي الله يرحمه. كانت مصر توقف بصلابة وبقوة وبعزيمة
لكن مخطط الصهاينة رأوا أن هذا مصر لما يمشوها رجالة ويمشوها عقلاء سوف تشكل خطر على الصهاينة. فالمخطط الصهيوني هو الانقلاب عليه رحمة الله عليه وعلى الأشراف مصر، صحفيين وسياسيين وعقلاء وأساتذة وعلماء، هم المصريين الرجالة عملوا عليهم انقلابات يا أخي أحمد. يا أخي هي يا بشكرك يا حميد، بس أنا عايز أقول لك يعني أنا متفق مع كلامك إن مصر دورها كبير وقدرها أنها تبقى كبيرة. ففي ناس في العالم وفي ناس في المنطقة مش عايزين مصر تبقى كبيرة تاني، فيعملوا ايه؟ قزموها، يجيبوا لها قزم مختل هو اللي يتحكم فيها. لان لو حكم مصر واحد من ولادها المخلصين ايا كان اتجاهه، بس في ديمقراطية حقيقية وتبادل سلمي للسلطة بشكل طبيعي، تلاقي مصر في حتة مهمة ومؤثرة كما كانت. انما يحط على راسها بتاع ده يقول لك خدتها شبه دولة وقالوا لي خد دي، كلام اللي الهزيل اللي بيصدر من نفوس هزيلة وشحيحة زي ده، ده اللي هم عايزينه. أسامة من مصر معايا، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ أسامة، أخبارك إيه؟ أستاذ أسامة، طيب فقدنا الاتصال مع أسامة، أهلا بيه مرة تانية. أحمد من مصر معايا. أستاذ أحمد معانا؟ يبدو ان كمان فقدنا الاتصال باحمد زي ما فقدنا الاتصال باسامه بعد ما كان معانا على الهواء. معايا اتصال غيرهم. طيب يبدو عندي انا عندي مشكله في الاستوديو في استقبال الاتصالات. خلينا نروح للبهره والتكوين، ناخد عليهم برضه اتصالات من حضراتكم، تابعونا وهنسمع منكم ولكن مش على المواضيع دي، عن تكوين. ليه تكوين؟ اللي معتقد ان تكوين ان القصه بتبدا من تكوين فهو غلطان. لا، القصة في مصر ما بتبدأش من تكوين. تكوين دي جت بعد كذا محاولة لإيجاد يعني تقسيم للناس أو تشكيك للناس، وما كانتش تكوين نتاج إن السلطة مثلا بترعى دين الناس زي ما السيسي قالك أنا مسؤول عن دين الناس. لا، ده نتاج إن السلطة عايزة أي حد يشكك الناس في العقيدة دي من باب إتاحة الفكر وحرية الإبداع، وده كلام مش حقيقي. عمر حرية الفكر والإبداع ما كانت كده، لأن الموضوع ببساطة أنت في مصر الدكتور هو بس اللي بيتكلم في الطب، أو الكادر الطبي بيتكلم في الطب، إنما إحنا عندنا كل حد بيتكلم في الدين. يعني هو واحد زي إسلام البحيري مثلا اتعاقب ودخل السجن علشان بيزدرج الأديان، دي تهمة عليها عقوبة وتحاكم فيها إسلام البحيري، بس هو شايف نفسه إن هو عالم دين يعني جامد جدا. إبراهيم عيسى اللي طلع قدام الناس بيتريق على آية قرآنية سلطانية، فاكرين المقطع ده؟ هو عايز هو يفسر الدين ويفسر القرآن بكيفه. طب يا عم أنت حمار مالكش فيها، يا عم أنت بتاع حاجات تانية، يا عم انتوا كنتوا سايبين ازازه الخمره وراكم، ركزوا في اللي انتوا فيه. ما حدش بيقول لك انت صح ولا انت غلط، بس انت مش اهل للتفسير وانك تقول للناس ايه الدين وايه، انت بتاع حاجه تانية، بتاع حلبسه، بتاع حلولو، بتاع اي حاجه، انما مش بتاع دين حضرتك. خاصه لما تيجي في بلد زي مصر فيها ازهر وفيها شيوخ وفيها علماء وبتاع، فتيجي انت تقول لي لا والله انت بتفهم اكتر من الناس دي. طب انت لو هنتكلم في المنهجيه انت مش متخصص، ده مش حتتك دي، ولكن هم شايفين ان هم لا جامدين جدا ولازم هم اللي فسروا الدين. نرجع شويه لورا عشان نربط بحدث حصل النهارده. السيسي يستقبل سلطان طائفه البهره بالهند وشقيق الامير القائد جوهر، واللي بيبحث عن الحشاشين الناس دي حبايب الحشاشين واهل الحشاشين وحشاشين الحشاشين، عشان تعرفوا مين اللي عنده علاقه بالحشاشين، هو عبد الفتاح السيسي مش حد تاني. سلطان البهره يتبرع لصندوق تحيا مصر ب 10 مليون جنيه، شخلل
عشان تعدي، ادي للسيسي فلوس فيقوم السيسي يحبك. ودايما سلطان البهرة بيجي يتبرع للسيسي. ليه؟ كان بيتبرع لمبارك. ليه؟ عشان عندهم احلام الطائفي الفاطميين. هم الحشاشين شايفين ان مش عارف مين ابن الخليفة الحاكم، قصة كده مش عايزة اوجع دماغك فيها، ابن المستنصر. فبقايا الحشاشين هم الناس دي اللي السيسي بياخد منهم فلوس وبيستقبلهم استقبال شخصي رسمي وبيرفع بيبسط لهم البساط الاحمر. طيب الشيخ عصام تليمة ابو يوسف صديقنا الهمام المحترم بيسأل سؤال محترم هو كمان. قال لك لماذا يصمت حزب النور ودار الافتاء بعد زيارة زعيم طائفة البهرة الى السيسي؟ ساكتين ليه يا جماعة عن الزيارة؟ ما هم البهرة دول يعني في ناس بتقول فيهم ما قال مالك في الخمر زي حزب النور. عايزين تعرفوا هم مين دول؟ طب حزب النور خرس خالص، البهر الافتاء خرس وخالص، ما حدش يوم بيتكلم. ليه؟ دول بيدفعوا للسيسي. عايز تعرف هم مين دول؟ مين طائفة البهرة الإسماعيلية صاحبة العقيدة الباطنية والأموال والسرر المليانة بالذهب اللي بدون السيسي؟ تعالى شوف معايا كده على الشاشة عشان تعرف حشاشين العصر حبايب عبد الفتاح السيسي. البهرة هم طائفة إسلامية إسماعيلية ثرية ذات عقائد باطنية. السمات الرئيسية للناس دي الثراء الفاحش، عندهم فلوس كتير جدا. ليه؟ لأنهم شاطرين في التجارة، عندهم تزمت ديني جدا، متدينين وملتزمين بمذهبهم المذهب الإسماعيلي ده جدا ملتزمين به. القيادة بتاعتهم عندهم يعني الزعيم بتاعهم اسمه الداعي، وهو ده بيعتبروه ممثل دنيوي وديني للإمام الغائب. ده بقى بتاعت الحشاشين. نظام الداخلي عندهم طائفة البهرة دي بتفرض على أتباعها ضرائب سنوية بتستخدم لتمويل احتياجات الطائفة. موقف الأزهر الشريف منهم، مفيش موقف رسمي واضح من الأزهر ودار الإفتاء المصرية لحد دلوقتي ناحية البهرة، لكن صدرت فتاوي سابقة صنفتهم على أنهم خارجين عن الإسلام أصلا. ده حدث بالفعل. عندهم طقوس كده وممارسات بيأدوا صلاة غير صلاة المسلمين، بيجمعوا دايما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما بيصلوش الجمعة وبيصلوها ظهر. الأعياد عندهم بيحتفلوا بالأعياد قبل يوم أو يومين من باقي المسلمين، ما بيحتفلوش مع المسلمين. الحج بيقولوا إن الكعبة اللي بيطوفوا حواليها هي رمز للإمام. النصوص المقدسة عندهم بتعتمد عقائدهم على كتب خاصة غير مطبوعة بشكل واسع. ناس عندهم قصص تانية مختلفة. دول البهرة يعني اللي هم وارثين جزء كبير جدا من عقيدة الحشاشين. فمين اللي لسه بيتعامل مع الحشاشين في مصر؟ عبد الفتاح السيسي. مين اللي بياخد فلوس من الحشاشين في مصر؟ عبد الفتاح السيسي. مين اللي لسه كان مع الحشاشين دلوقتي النهاردة؟ عبد الفتاح السيسي. وبالمناسبة عبد الفتاح السيسي ناوي يهد بيوت من بيوت المصريين عشان خاطر الحشاشين. خبر قدام حضرتك اهو بيقول لك السيسي عن اصحاب المساكن المجاوره لمساجد آل البيت، بيقول لك ايه؟ احنا ممكن نعوض الناس تعويض كويس لاصحاب المساكن التي نشأت بجوار المساجد، وذلك لاخراج المساجد بالصوره المناسبه التي وجدت عليه باماكنها. يعني ايه؟ عزيز المواطن اللي موجود في أي منطقة في مصر، في السيدة عائشة، في السيدة زينب، في الحسين، في أي منطقة فيها جامع من جوامع آل البيت، لو بيتك شكله مش لطيف حوالين الجامع فالسيسي ناوي يهده. السيسي ناوي يهد بيوت المصريين اللي شكلها مش لطيف حوالين المساجد بتاعة آل البيت في مصر عشان يبقى شكل المساجد حلو. ده طبعا ارضاء للبهرة وهم اللي هيدفعوا في الاخر. طيب هل هناك علاقة بين البهرة والامارات؟ خلونا نحاول نشوف
الصحيفة الهندية اللي بتقول لنا ان البهرة بيعيشوا في الخليج واستقروا فيها وعندهم فيها تجارة واموال كبيرة جدا زي ما حضرتك هتشوف معايا دلوقتي في الخبر ده. ده كلام صحيفة هندية بتقول لك من هم هؤلاء المسلمون الذين استقبلوا رئيس الوزراء مودي بحفاوة في قطر. تعرف على قصة هؤلاء الهنود الذين استقروا في دول الخليج اللي هم مين؟ البهرة اللي هم في جزء كبير منهم بفكر الحشاشين. طيب الصحافة الإماراتية بتقول لك إيه؟ الصحافة الإماراتية بتاعت الكفيل بتاع السيسي بتقول لك جحافل البهرة الوافدة إلى دبي بدعوة من محمد بن راشد. يتساءل الناس في دبي الكلام ده في 2007 تمام؟ الناس كانت بتسأل عن سر اختفاء أعداد كبيرة من بنات الهوى في أماكن تجمعهم المعروفة في المدينة، ويهمس المراقبون للشأن الأخلاقي في دبي بأن الشرطة جمعت هؤلاء وضعتهم قيد التحفظ لمدة أسبوعين لوصول زوار من نوعية خاصة للمدينة، ألا وهم مين؟ البهرة. مهمين جدا لأنهم معاهم فلوس، فالدول دي بتخطب ودهم، والسيسي كمان بيخطب ودهم، بس هم عندهم مش عايز أقولك أطماع، بس عندهم أماكن مقدسة بالنسبة لهم موجودة في مصر زيهم زي الحشاشين بالظبط. سعود بن صقر يستقبل ممثل سلطان طائفة البهرة في الإمارات، وسعود بن صقر ده حاكم إمارة راس الخيمة عضو مجلس الأعلى في الإمارات. ضاحي خلفان استقبل ممثل البهرة في دبي. الأهرام سلطان البهرة غادر القاهرة إلى دبي بعد لقاء السيسي. الجماعة بتوع البهرة دول مهم عندهم جدا وجودهم أو تواجدهم في الإمارات، لأن تواجد تجاري ومادي، والتواجد في مصر لأن عندهم معتقدات بأماكن مقدسة في مصر. طيب إيه الفرق أو إيه اللي بيجمع بين البهرة وبين تكوين؟ البعض بيقول لك البهرة طائفة عندها مشاكل مع الإسلام الصحيح وفقا ليه بعض من الفتاوى. طيب ايه اللي بيجمعهم مع تكوين؟ هو التشكيك في الاسلام. طيب ليه بنقول الكلام ده؟ تعال اسمع معايا كده. هتلاقي اسلام البحيري بيقول لك ايه؟ احنا مش هنناقش ثوابت الدين. ده كان في لقاء كده مع عمرو اديب وقال لك احنا مش هنناقش ثوابت الدين، احنا بنتكلم عن الحاجات اللي كتبها بشر زينا. بيقول لك تاني مؤسسه التكوين بتحترم المؤسسه الدينيه ولا تصطدم مع الازهر. وبيقول الهجوم على مؤسسة التكوين غير مبرر ومستحيل نعمل فتنة. مستحيل تعمل فتنة؟ امال هتعمل ايه؟ هتعمل كشري؟ جاي بعد السنين يعني عشرات مئات السنين جاي تشكك المسلمين في دينهم وانت غير اهل لده. شوية مجموعة او مجموعة من الناس اللي بتقول انها مثقفة، شوية مجموعة اصحاب مزاج وكاس عايزين يقعدوا مع بعض ويكتبوا للناس يمشوا على ايه، يعملوا ايه، ويسمعوا لمين، وياخدوا فتوى من مين. شويه ناس شايفين ان البخاري ومسلم دي ناس مضله، بعضهم قال الكلام ده صراحه. بعضهم شايف ان الحديث دي لا، الحديث دي مش عجبانا اصلا، مش ماشيه مع الواقع، احنا مش هنصطدم مع الثوابت اللي هي القران بس احنا هنقولها على كيفنا. هو عايز يوريك ان هو اعلم من كل الناس اللي سبقت في الامه دي على مدار ال 1400 سنه اللي فاتوا، وبعدين يقول لك احنا مش هنشكك، مش هنتصادم مع الناس ولا هنتكلم في الثوابت. يعني تخيل ان مركز التكوين ده عامله الامارات بفلوسها وحط على راسه ابراهيم عيسى. تخيل ابراهيم عيسى اللي طلع قدام الناس قبل كده يتريق ويسخر من ايات ربنا في كتابه العظيم القرآن، ده اللي جاي يقول لك تمشي على ايه وتمشيش على ايه وتطيع ربنا ازاي. ابراهيم عيسى اللي عنده مشاكل مع مش بس مع الاسلاميين او اللي بيلتزموا بالاسلام، لا عنده مشاكل مع القرآن نفسه، وده اللي قاله انا مش جايب حاجه من عندي. يعني الناشط هيثم طلعت انا عرضتها لحضراتكم قبل كده وعرضتها لكم تاني، قال لك لو كنت ملحدا لاعتبرت 4 مايو هو عيد الالحاد في مصر. ليه؟ لان ده اليوم اللي انشئ فيه مركز تكوين بسخاء، يعني سخاء الاماراتيين طبعا. ايه انشأوا المركز ده تكوين، يعني تقدر تقول كده تكوين للتشكيك في ثوابت الدين.
تعال نشوف في بعض البوستات اللي الناس اتكلمت عن ارائها في مركز تكوين ده بوضوح وصراحه. عبد الفتاح الدلش قال لك ايه؟ قال لك تم اطلاق مؤسسه تكوين، ركز في المؤسسين هتكتشف نوايا المؤسسه، حافظوا على عقيدتكم وعقائد اولادكم، شله مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الاسلامي عن طريق الطعن في السنه النبويه باسم التنوير. يا جماعه هتلاقوا يعني قص واقف مع تكوين ده جاي يناقش ثوابت الدين الاسلامي. طيب نوع عبد الغني كاتبه على حسابها بتقول حافظوا على عقيدتكم وعقائد اولادكم، شله مفسدين شغلها الشاغل تشويه في الدين الاسلامي عن طريق الطعن في السنه النبويه باسم التنوير، احذروهم الدين مش حكر على حد، بس عشان تناقش الدين ارجع لاهل التخصص، هاتوا شيخ زي احمد الطيب مثلا واعملوا معاه مناظره واطرحوا الاسئله اللي انتم عاوزينها وخلوه يجاوب، ووقتها تبقى مناقشات علم فعلا، لكن توجيه رسائل من طرف واحد متطرف ده ملوش علاقه بالعلم ولا التنوير، ده حمله موجهه لافكار لهدم العقيده باستغلال جهل الاغلبيه للاسف، واعلام ومنظومه فاسد. يا عم ده كانوا جايبين واحده بتقول لك، والسيده خديجه كانت متحمسه قوي وكلام كده، بيتكلموا عن الصحابه وامهات المؤمنين بلهجه لا تليق وباسلوب يعني اسمح لي ركيك جدا للغايه. طيب النهارده تقريبا النيابه العامه خدت خطوه، امبارح او النهارده خدوا خطوه كده النيابه العامه في موضوع تكوين ده. ابحثوا لنا كده يا جماعه، انا شفت الخبر من شويه، كان في خطوه النيابه العامه في مصر خدتها ضد تكوين، لان تكوين عمل فتنه في بدايه ظهوره بكلام المؤسسين. تخيل انت يوسف زيدان على ابراهيم عيسى على اسلام البحيري، ناس واحد منهم قعد يشتم في صلاح الدين قبل كده، قال عليه مجرم يوسف زيدان، واحد تاني بيسخر من كل حاجه وبيتطاول على كل على كتير من الرموز، مثلا ابراهيم عيسى ده شتم قبل كده في كتاب اسمه عمائم وخناجر، شتم الشيخ الشعراوي ويعني تعرض له بشكل كبير جدا. طب باشا هو انت شيخ مثلا عالم دين عشان ناخد منك؟ لا انا متنور. ايوه يعني ايه متنور؟ يعني انا شايف كده. طب ما الكلام ده يلزمك انت، ما يلزمناش احنا يا عم، ما تقعد على جنب. اسلام البحيري سجين قبل كده علشان اصدار الاديان. طب انا اخد منك دين ازاي يا عم وانت اصلا لا مؤاخذه سباك، يعني مع احترامي للسباكين، سباك علم يعني جاي تمشيها، لو استاذه فاطمه نعود هقعد قدام استاذه فاطمه نعود عشان تشرح لي او تفسر لي سوره التوبه مثلا. يا جماعه انتوا بتوع قصص خلوكوا في القصص وخلوا الدين للمتخصصين فيه، زي الطب كده خلوه للمتخصصين في الطب ومش عارف ايه الهندسه المهندسين والدين التخصص. انا بتكلم انت بتصلي وتصوم انت مسلم، انما تخصص العلم عشان تبقى بتناقش وبتفند ادرس دين الاول، مش يعني مش بالدراع يعني. عندي تقرير اهو جبت لنا، طب هات لنا كده، لا انا عايز الخبر بتاع النيابه العامه عندك؟ مش صحيح؟ طب ورينا كده تفنيد فندت الموضوع اهو وقالت لك مش صحيح. تتبع فريق تفنيد الادعاء المتداول على بعض المواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي بشان قرار النائب العام بايقاف مركز تكوين، واتضح انه غير صحيح. اذا مؤسسه تفنيد وهي مؤسسه محترمه وموثوقه قالت لك ان النائب العام ما خدش خطوه ولا حاجه. طبعا يعني انت متخيل ان النائب العام هياخد خطوه ضد مركز تكوين ده اللي عاملاه الامارات وافق عليه السيسي قبل كده، وقال لك من حق الملحد يناقش افكاره على الهوى؟ ده طبعا بالخلاف لكثير من الاقوال اللي قالها علماء دين مسلمين ومسيحيين، قالوا يعني ايه تناقش على الهوى؟ بقصد فتنه الناس ولا بقصد اضاعه وقتهم؟ يعني كان في ردود كتير في الوقت ده. عموما عندي تقرير عن تكوين الالحاد في مصر، فتش عن الامارات ومروجي الدين الابراهيمي. بس قبل ما نشوف التقرير هنشوف مع بعض بوست للاستاذ الزميل الصحفي سليم عزوز، هو في الاصل كاتب ساخر يعني. قال لك كنت اتمنى ان يكون موضوع مركز تكوين لصاحبه ابراهيم عيسى وشركاه في حدودنا، لكن ان يصل الامر بهيئه كبار العلماء
أن تعلن عبر أحد الأعضاء أنها في ترقب لما يسفر عنه، فهنا تحقق لأصحابه ما يفوق أكثر أحلامهم جنونا. هؤلاء يقدمون بلاغات في أنفسهم ليعلم الناس بأمرهم، عالم قاعد على الفيسبوك، وكلما قال قائل كلمة صاح صائحهم في البرية: أين الأزهر؟ أزهر إيه؟ المطلوب حضوره في كل هفوة، فما لازمة أمثالك في الحياة الدنيا ثكلتك أمك. يعني فسرين بيقول لك إيه؟ ما تشغلش الأزهر بكبر الأزهر وثقله في حاجة أنت ممكن ترد، أنت ممكن تدخل على ترد على موضوع تفنيد عفوا موضوع تكوين، مش لازم الأزهر يبقى قاعد في كل حاجة والكل حاجة، لأنها تكوين واللي ورا تكوين صغيرين، ما تكبرهمش، حطهم في مكانهم اللي يستحقوه، هو مكان ضئيل وصغير جدا. الإمارات والترويج للدين الإبراهيمي ومحاولة إيجاد مسوغات للدين ده في مصر، تكوين وبعض شذاذ الأفكار زي ما وصفهم الناس على أو بعض الناس على السوشيال ميديا. نشوف التقرير وارجع أسمع من حضراتكم. وبعد طول غياب اجتمع إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان ومجموعات الملحدين المستترة واللادينيين اللي تعبوا قلوبنا نفهمهم إن للكون إله عظيم استطاع من نفس الأرض أن يخرج البصلة والتفاحة، لكن تفهم مين؟ اجتمعوا أخيرا ونظموا كيهان مؤسسي اسمه تكوين. للأسف فهمنا متأخر لما عرفنا إن الملحد اللي قرر يبقى ملحد هو في الحقيقة مش ملحد ولا حاجة، لا هو بيشتغل ملحد، يعني ببساطة هو مش لاقي شغل عارف ان في مكان ما مستتر في مصر بيعطي منح وفلوس لاصحاب السلام زي ما بيسموا نفسهم. فلان الموضوع بسيط، طب ما ابقى ملحد واقرا كم كتاب عن الالحاد واختلف عن الناس شويه واطول شعري وابقى عميق قوي في نفسي كده واخد لي قرشين كمان. هل حضرتك تتوقع انه ممكن يقتنع بكلامك مثلا؟ مش هيقتنع الا لو اديته اكتر. مجموعات ما يسموا بالمشككين في تراثنا الاسلامي الحنيف ابتدوا حكايتهم منفردين وكل يحلق في سربه، إنما دلوقتي بقوا مؤسسة. حقيقة الواحد بيستغرب من شوطة المؤسسة دي في البلد، مرة العرجان المنفصل يعمل مؤسسة ومرة إسلام البحيري يعمل مؤسسة. الناس دول بعد ما كانوا مشتتين في الأرض بقى كيان وترويج وفلوس. لكن السؤال المهم، مين اللي بيدفع؟ ما هو مش معقول السيد الرئيس المكسيكي يدعم كيانات زي دي وهو عنده مشاكل متلتلة والميزانية مخرمة. هنا عزيزي المشاهد مش هتلاقي غير الإمارات العربية الشقيقة، طبعا اللي خدت على نفسها عهد بدم جميع الأديان السماوية في دين واحد اسمه الدين الإبراهيمي عشان يحلوا أزمة إسرائيل في المنطقة وكره المسلمين والمسيحيين بل واليهود ليهم كمان. محتاجين نركز ونعلم اللي حوالينا وما ننساش دور مؤسسة تواجه إسلام البحيري ويوسف زيدان. خطيب الجمعة ليه دور والواعظ ليه دور، وحضرتك ليك دور مع أولادك، وحضرتك ليك دور مع أصحابك. ما قدمناش غير مواجهة الفكر بالفكر، وزي ما قلت لحضرتك ما تحاولش تقنع تكوين بأنهم غلط إلا لما تملك الفلوس اللي تخليهم يغيروا مسارهم، ورزقنا ورزقكم على الله. قال لك ما تحاولش تقنع تكوين انهم ماشيين في طريق غلط الا لما يكون معاك الفلوس اللي تخليهم ممكن يقتنعوا بده. يعني عموما يعني ان النيابه العامه تحلهم ومش عارف ايه، كان خبر غريب انا شفته سريعا وانا في اثناء الحلقه، انما تفنيد قالت لك لا ده الخبر مش صحيح خالص. النيابة العامة مالها ومال تكوين يا عم؟ ده معاهم ختم من الكفيل متوصي عليهم من أبو خالد شخصيا. اسألني وتقولي مين أبو خالد؟ أقولك محمد بن زايد. بتتكلم في إيه يعني؟ ومصطفى معانا من مصر، أهلا بيكي. أيوة سلام عليكم. وعليكم السلام كتير أوي. أهلا بيكي. إزيك يا ابني؟ الله يخليك. اتفضلي. والله أنا عايزة أتكلم معاكم من أيام الانتخابات ومش عارفة. صور بقى حضرتك. معلش حقك علينا، اتفضلي يا حاج. ازي حضرتك وازي المجموعه كلها؟ ربنا يحميك يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي يا رب. بقول لحضرتك موضوع التكوين ده اللي بيقولوا عليه احنا نفسنا مش مقتنعين بيه. المهم احنا بقى نوهي ان احنا نعلم عيالنا ويبقى بيتنا الاسلام وي 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 وما نحطهمش في دماغنا دول شويه فاضي. يعني دول اتحطوا على بعض كده ما يسويش حاجه بالنسبه للدين الاسلام بتاعنا. والدين الاسلام هو دين الاسلام، هو دين الاسلام، واحنا هنخاف على ديننا. ما يهمناش يتكلموا من هنا لبكره. لما اقول الكلاب دعوه والقافله تسير. انا دايما اللي بقول كده.
وبعدين من ناحيه حضرتك انا كنت عايز اتكلم في الموضوع الاولاني بتاع النهارده كان اللي اسمه الريس ها افتتح السيده زينب افتتح السيده زينب لو شفت حضرتك بيصلي لوحده ازاي منظر ده مش رئيس جمهوريه وبعيد عنه رئيس الوزراء وبعدين الاذان الظهر اذن يقفل على يقفل طب صلي الجمعه صلي الظهر في السيده زينب ونمس على طول كده بالعربيه كان النهارده منظر قاعد يصلي بيمثل والله العظيم والله العظيم الستي بيمثل قدير 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 ما تقدر تعمل كده شكرا يا مصطفى بشكرك جدا استاذ مصطفى معانا من مصر اهلا بيك اهلا وسهلا اتفضل يا فندم اهلا بيك حضرتك يا فندم موظف حكومه من مصر يا فندم بلطجي هو وابنه ومستغل سلطاته يا فندم في النيابه ومبهدل اهل جيرانه وبلده واهله وقريته بحالها يا فندم ده حضرتك بتشتكي منه يعني ايوه يا فندم بشتكي منه يا فندم بيستغل سلطاته في النيابه يا فندم هو شغال في النيابه ولا هو ليه حد في النيابه هو موظف نيابه في كفر الدوار طب ما تحكي لنا القصه كده بسرعه يعني عشان نبقى معاك يا استاذ مصطفى بيستغل سلطته يا فندم هو راجل موظف في النيابه في البحيره مركز كفر الدوار الو كمل يا فندم كلامك موظف نيابه في كفر الدوار بيستغل سلطاته يا فندم وبلطج على اهل قريته وعزبته واهل بلده بيشتغل في النيابه يا فندم بيشتغل في النيابه موظف نيابه يا فندم موظف في النيابه ايوه بيعمل ايه للناس يعني بيعمل لكم ايه في كفر الدوار مستغيثوا منه يا فندم مبهدلنا يا فندم الموظفين هنا ما عادش قادرينهم يا فندم موظفين مفترين علينا يا فندم خالص يا فندم مش عارف اقول ايه ولا ايه قول بيانات وقول ايه اللي عمل ايه في الناس طيب عشان الناس تبقى معاكم يعني الو يا استاذ مصطفى طيب استاذ مصطفى مش معايا طيب ابو سامر معانا من فلسطين اهلا بيك السلام عليكم مساء الخير يا استاذ احمد عليكم السلام ورحمه الله كيف اخبارك يا ابو سامر كيف حالك الله يسلمك ايه الاخبار عندك تفضل يا سيدي والله الحمد لله رب العالمين والله يا استاذ احمد احنا في عصر انقلاب المفاهيم ايوه يعني الاخوان المسلمين صاروا جماعات ارهابيه وتكوين هذه اللي هي يعني معروفين الكل عارف شو هم الكل بأهل وبسهل فيهم طبعاً فيش إشي الإمارات بتحط إيدها فيه يعرف إنه لعنة والدين وشر وإنت بغمض أحكم عليه هيك وكأنه يعني إحنا في وضع في ناقصنا بس مؤسسة التكوين أو جمعية التكوين بعدين يعني هيئة الدولة المصرية شو رأيها في التكوين هذا الجديد يعني راضي عنه أعطته تصريح أعطته ترخيص ولا خلص إذا الإمارات وافقت الحكومة المصرية وافقة هم بيعملوا إيه يا أبو سامر هم بيسيبوا الحاجة الأول ولو مشي حالها بيسيبوها إنما لو الشعب وقف والناس ولو في شوشرة كبيرة وبتاع بياخدوا بنت بقى ويخش يقولك لأ وإحنا وما ينفعش بس المرة دي تكوين ده جاي من الإمارات جاي بتوصية مع واسطة اي بس استاذ احمد هذا التكوين لولا السيسي قابض فلوس من الامارات ما سمح فيه طبعا اللي عينه مكسوره ما بيرفعش راسه يا ابو سامر لا السيسي تاجر والله بتاجر في اي شيء في الدنيا في الدين في الاخلاق في الباخ ولا شيء اللي تاجر فيه بس احنا كدورنا كمسلمين وحرصنا على ديننا يعني عقلنا فيها لو على الفيسبوك على تويتر انه انوع الناس الامور هذه صحيح ده كلام الاستاذ سليم عزوز اللي هو يا جماعه انتوا ردوا انتوا ليه مستنيين الازهر هو اللي يرد انتوا ردوا قوموا بدوركم لا طبعا احنا بنخليش برضه الازهر له عليه مسؤوليه برضه يعني الناس طبعا كل انسان عليه حسب امكانياته يعني اللي تقدر انت تعمله هو قصده اللي تقدر انت تعمله ما تستناش الازهر يعمله مع انه يا استاذ احمد والله هذول جماعه اكفه انه الواحد يذكرهم ذكر حتى شكرا ليك يا ابو سامر بشكرك جدا تحياتي لحضرتك استاذ ابراهيم معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ايه الاخبار
الحمد لله ابو حميد البركه. ايه رايك في موضوع تكوين ده؟ تكوين ده اسمه تكبين، تامين، تادبين. انا كتبت على الفيس والله دولت شويه لموظف الله شات حينات. لو قلنا في بلد محترمه ونظيفه ما كانش يكون لهم ساعه الا ما يتقتلوا، ليهم قصاص. المفروض ده قصاص. يا عم ابراهيم صلى على النبي، صلى على النبي، الكلام ده ما يصح سلام. يعني انت كده بتدعو العنف وقتله، ده ما يصحش. لا مش عنف، انا اتحفظ على الكلام ده تماما يا عم ابراهيم. يعني لا يا احمد تقول لي اقتله، معلش احنا بنتكلم. انا بقول على الدين بتاعنا اللي سل ديننا وسل نبينا وشك في رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو نتيجته كده، لازم هو تمامه لازم يكون كده. احنا شايف واحد ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعضهم ويقعد يتكلم يطلع يعمل لنا ويسيء لينا، لا ده المفروض يا استاذ احمد البلد ما تسيبوش. ان سابته البلد اليوم اللي قاعدين دلوقتي بكره هيمشي، الشعب مش هيسيبهم. مش عايزين نجيب الفاظ. طيب انا بشكرك يا عم ابراهيم وتحفظ على اي دعوه لاستخدام العنف. انا لا اتبنى استخدام العنف ابدا. بالمناسبه في حاجه حصلت في الكويت اليومين اللي فاتوا، الامير حل مجلس الامه لمدة 4 سنين وأوقف العمل بمواد في الدستور. البعض شايف إن ده دي خطوات مهمة جدا لإزدهار الكويت، والبعض شايف إن ده انقلاب في الكويت والكويت كده على طريق تونس. عموما تعالوا نشوف مع بعض الموضوع بشكل خبري. السيسي استقبل أمير الكويت لبحث بعض القضايا الإقليمية كام يوم اللي فاتوا. بعدها الشيخ مشعل بعد ما قابل السيسي طلع على تركيا، بعدها رجع وحل مجلس الأمة وعلق العمل ببعض مواد الدستور. الشعب الكويتي هو اللي بيتكلم طبعا، ناس أهل الكويت. الكويت فيها حرية وفيها ديمقراطية وفيها دستور اسمه دستور العقد. دستور العقد ده نوع من أنواع الدساتير بيكتب بالاتفاق ما بين السلطة والشعب، فحتى النوع ده من الدساتير مخصوص جدا، مش موجود بشكل كبير دستور العقد ده، لانه بيكون فيه توازن ما بين إرادة الشعب والحاكم. حمد الجاسر كتب وفكر ببعض الأحداث تاريخيا، قال بعد تعليق الدستور في الكويت سنة 1976 جاءت الحرب العراقية الإيرانية بعد 4 سنوات سنة 1980. بعد تعليق الدستور سنة 1986 جاء الغزو العراقي للكويت بعد 4 سنوات 1990. وبيقول اليوم جرى تعليق الدستور، ربنا يستر أو الله يستر. طيب الكويت بدأت الإجراءات كما يقول البعض، إجراءات تعليق العمل بالدستور، وتم حبس مواطن وضبط آخرين يعني لتعرضهم بالنقد لصاحب السمو. الكويت نيوز بتقول حبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط واحضار اخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام سمو الامير والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد. ده اللي حصل في الكويت. البعض بيقول ده نتيجه تحريض اقليمي، تحريض من السعوديه، نتيجة تحريض من عبد الفتاح السيسي، وبيستذكروا مواقف السيسي سريعا، مثلا اللي حصل في تونس في انقلاب من انقلاب لسعيد كان السيسي مأيده بشكل كبير، حصل في سوريا ويعني الثورة ووقت الثورة السورية كان السيسي برضو ضالع في الحدث، والذخيرة والسلاح اللي اتبعت من السيسي لبشار. كان في ثورة في لبنان لو حضراتكم فاكرين، والسيسي وقتها حذر لبنان من مصير سوريا. في ليبيا حفتر بيشكر السيسي ويشيد بتوجهاته ومش عارف ايه. طبعا عارفين حفتر هو ممثل الانقلاب في ليبيا. العراق حتى وقت ما كان في هبة للشعب العراقي، فكان السيسي بيعرب وقتها للملكي عن قلقه من تطورات الأوضاع في العراق وأثرها على الأمن الوطني. في الحالة السودانية بي بي سي تتساءل ما الدعم الذي قد تقدمه القاهرة للبشير في مواجهة الاحتجاجات، ده كان زمان علشان يوقف تطلع الشعب في السودان. السعودية
بتقول لك حبيبي العدل يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي. انت متخيل؟ يعني واضح ان مصر او السيسي ايده في كل انقلاب ونظامه موجود في كل مكان، حتى حبيب العدلي صاحب السمعة السيئة في مصر وكان من أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011، بيشتغل دلوقتي مستشار لدى ولي العهد السعودي زي ما بتقول روسيا اليوم. حب أفكرك بالسمعة السيئة إن يعني أمريكا كانت بترسل معتقلين عند أمريكا عشان تعذبهم في مصر عشان القوانين لا تسمح بالتعذيب في أمريكا. كتير من الناس اتعذبوا داخل السجون المصرية بالوكالة، منهم مثلا عمر عبد الرحمن وأحمد عجيزة وعلي الفخيري ده ابن الشيخ الليبي، ممدوح حبيب وعبد السلام الحلة ومحمد السعد إقبال مدني وسيف الإسلام المصري وأبو عمر حسن مصطفى أسامة نصر وياسر تيناوي ومحمد الزيري. في نشاط كده عند الأنظمة العسكرية في مصر للانقلاب وللتعذيب ولكره الديمقراطية عموما. النهاردة بس عايز أفكرك أن تم التجديد لبنات كانوا عاملين جروب اسمه جروب مطبخنا، 37 بنت اتقبض عليهم علشان كانوا بيطبخوا فيما بينهم كده ويساعدوا بعض علشان يودوا الأكل لأسر المعتقلين بدل ما الناس كانت بتتعذب يا عيني، كانوا بيساعدوا بعض خدمة. دول اتقبض عليهم واتحبسوا بقالهم كام سنة، وقصة كبيرة جدا. كل التهمة انهم بيطبخوا للمعتقلين، بينما حسام صاصة داس واحد على طريق الدائري موته. وحسام صاصة ده والله انا ما اعرفه يعني، بس بيقولوا بيغني وشوية كده تلاقي على فيديوهات يقولك عصام صاصة، بص مرات عصام صاصة متضايقة ازاي، بص مش عارف يعني اللي هو الواد اللي قدامك ده عيل هيتفي وما تحطوش في ضميرك ببلاش. المهم ده بيقولك بيغني وكان سكران وداس واحد في على الطريق الدائري وخدوه وطلعوه طبعا من سراي النيابة وقالك احنا منتظرين الطبيب الشرعي وبتاع. المهم الواد ما كدبش خبر ومشي طلع على دبي. مطلوب القبض على عصام صاصة يجري البروفات النهائية لإحياء حفل بالإمارات الليلة. يلا بينا على الإمارات، الإمارات حلوة مفيش كلام. نجم الفنان عصام صاصة خلع إلى الإمارات يا رجالة. طيب في حاجة كانت برضو في مصر مقرفة قوي، ألا وهي التصوير اللي بيحصل للجنازات. تلاقي مثلا حد مشهور مات، فنان لعيب كرة، حد سياسي بتاع، فالناس رايحة علشان واجب العزاء والدفنة أو صلاة الجنازة، فتلاقي 50 واحد واقفين بموبايلات أو كاميرات. حضرتك تقول إيه النهاردة؟ حضرتك تقول إيه النهاردة؟ رأي حضرتك ده مش عمل صحفي يا جماعة. العمل اللي ما يراعيش ظروف الناس والحدث وإن في ناس ميتة، وأنت رايح تقول له ممكن سيلفي وتقف عشان الفنان الفلاني. حصل كتير مشاكل، كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ومؤخرا أحمد السعداني لما شتمهم علشان محاولتهم تغطيه ما بين قوسين يعني تغطيه وفاه والده الفنان صلاح السعداني. فحصل دلوقتي ان نقابه الصحفيين وزاره الاوقاف قالت لك خلاص احنا هنمنع تصوير الجنازات ومش عايزين اي تنظيم اي تغطيه للجنازات، ونقابه الصحفيين مش عاجبها وقالت لك ده امر مخالف للدستور والقانون. طب يا جماعه العرف العام، لما نروح نسيء للعرف العام ونبعت ناس لزجة ما تراعيش الأعراف وتروح وفي واحد ميت أو في حالة وفاة، يقول لك والله إيه رأي حضرتك؟ تحب تقولي النهاردة يا فندم أنا جاي أصلي الجنازة على واحد بقى زميل بتاع، إنما يقحمك تقول إيه؟ ففي قصة كده ما بين نقابة الصحفيين وما بين وزارة الأوقاف، وأنا من الناس اللي شايفة إن لازم يكون في ضبط للأمر ده. مش كل واحد شغال يعني عضو في النقابة ولا مش عضو واخد كاميرا ورايح أو تليفون ويقحم نفسه في حياة الناس في لحظات شديدة الإنسانية. العرجاني أول مدني مصري يهبط بطائرة في مطار الجورة العسكري التابع للقوات متعددة الجنسيات، أول واحد من سنة 82. ليه؟ ما تفهمش. هل بات إبراهيم العرجاني الرجل الأقوى
في شبه جزيرة سيناء برضا أو بغير رضا السيسي، شوف معايا الفيديو ده واعرف إن المطار اللي هو نازل فيه ده تابع للقوات المتعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة الموجودة في سيناء. أسئلة كتير جدا، إيه طبيعة وجود إبراهيم العرجاني وتنظيمه المسلح في سيناء؟ هل ده تحضير لحاجة في قطاع غزة؟ لأنهم يعني برضو في محاولات تواصل مع عشائر في قطاع غزة علشان تدير هي القطاع بدلا من حماس، وأغلب العشائر رفضت والموضوع بقى شكله مش واضح. ولكن وجود العرجاني وميليشياته المسلحة بإرادة مصرية وغير مصرية، والأيام هتكشف لنا إن العرجاني بيشتغل لحد لجهة ما غير السيسي، أو مع يعني الجهة دي السيسي وشركاء، شركاء دول الإمارات وغيرهم هنشوفهم بوضوح بقى الأيام اللي جاي. 5000 عامل مصري هيروحوا اليونان بدءا من يونيو اللي جاي. اليونان قررت إنها تاخد 5000 عامل مصري يشتغلوا في الزراعة، يشتغلوا في الفلاحة في اليونان. مش معنى ان هم رايحين بقى اوروبا واليونان ان احنا ما نسألش يا ترى شروط العقود ايه، امنتوا للناس انهم هياخدوا مرتبات كويسة، يشتغلوا في ظروف كويسة، رواتبهم مجزية، اماكن اقامتهم محترمة انسانية ولا لا. البعض هيقولك يا عم دول رايحين اوروبا، ما انا هقولك اصل مش كل اوروبا. وحتى لو رايح يشتغل في سويسرا، الدولة المفروض يعني في الدول اللي بتهتم بولادها مش بتهتم هم هياخدوا قد ايه عشان يحولوا لها منهم، قد بتهتم كمان بظروف عملهم، بظروف تواجدهم خارج البلاد، بظروفهم الانسانيه والاجتماعيه ومكان اللي هيشتغلوا فيه. نروح بسرعه على غزه في اليوم ال 219 للحرب، واشتباكات عنيفه في جباليا، تطورات سياسيه وعسكريه خطيره جدا في قطاع غزه. نشوف مع بعض تطورات جديد الحرب بالرواية الفلسطينية على لسان المقاومة والرواية الإسرائيلية على لسان جيش الاحتلال، ونرجع نكمل تغطيتنا لغزة. جديد الحرب في غزة. أولا، كما أعلنتها المقاومة الفلسطينية، اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهداف تجمعات قوات العدو في شارع 8 جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تستهدف تجمعات قوات العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل. ثانيا، كما أعلنها الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط برتبة عميد بجروح متوسطة في حي الزيتون شمال قطاع غزة، مقتل جندي إضافي في معارك شمال غزة، مقتل عشرات المسلحين في رفح مع استمرار العمليات المستهدفة. في الأيام الأخيرة قامت المقاومة الفلسطينية بعمليات كتيرة ومتنوعة بل ومصورة بتعيدك إلى بدايات عمليات المقاومة، وكأن المقاومة لسه بدأ دلوقتي، وكأن العمليات العسكرية لسه حاصلة دلوقتي. يعني مشاهد كتير جدا، عندك عمليات قنص تم عرض فيديوهات ليها، عمليات قصف. ممكن يا جماعة نشغل الحاجات دي كده سريعا، مش هنقدر نشوفها كلها ومش يعني مش متاح معانا وقت. قصف مثلا لمدينة بير السبع بصواريخ من قطاع غزة، قصف هاون وإخلاء طيران مروحي للقتلى والمصابين بناء على القصف اللي حصل من المقاومة للقوات الإسرائيلية في حي الزيتون، قصف قوات الإسرائيلية اللي موجودة في محور نتسارين بصواريخ رجوم من القسام وكتائب الشهيد جبريل جهاد جبريل، يعني كمان فيديوهات موجهة من المقاومة إلى الشعب، إلى المدنيين، إلى الناس في إسرائيل.
بيقول يعني بيكتبوا لهم كده: مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم. فيديو جديد للمقاومه بيتكلم عن يعني تحدي للحاصل من عجرفه الجيش، جيش الاحتلال الاسرائيلي. هارتس بترد عليك من داخل اسرائيل وتقول لك ايه: 10 حالات انتحار في صفوف الجيش، جيش الاحتلال منذ 10 اكتوبر. في حالات انتحار في جيش الاحتلال الاسرائيلي. مظاهرات في تل ابيب بتطالب بهدنه، بتطالب بصفقه، بتطالب بتبادل، بتقول يا جماعه طلعوا لنا الناس، طلعوا لنا الاسرى، عايزين عمليه تبادل. لانه ادي فيديو مثلا القسام عرضته لاحد الاسرى اللي ماتوا، دي الناس نزلت للشوارع اشتبكت مع القوات الاسرائيليه، قوات الشرطه وغيرهم، بيطالبوا نتنياهو انه يوقف الحرب. والجيش بيقول لك اصلا نتنياهو بيضيع اي انجازات عسكريه عملناها في قطاع غزه. يعني المواجهات الحقيقيه في قطاع غزه خلصت في فبراير، والجيش موجود من وقتها لحد دلوقتي بلا هويه، مش عارفين يعملوا ايه. فيدخل جباليا، النهارده هم في جباليا بيحاوطوا المدارس بتاعت الاونورو، وبيشتبك معاهم المقاومه. اذاعه الجيش الاسرائيلي بتقول لك المقاومه رجعت تاني للشمال وسيطرت مره تانيه على المكان. والجيش بيتهم نتنياهو بيقول له انت بتضيع اي انجاز حقيقي عملناه من 219 يوم. طيب في هنا خبر مهم جدا وخطير جدا جدا جدا: استقالة مسؤول التخطيط الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي. استقال وقال بنيامين نتنياهو ما عندهوش خبرة أو ما عندهوش رؤية للي جاي في غزة، والجيش موجود في مكانه الغلط، وما بيقومش بأي عمليات عسكرية مؤثرة، وبنضيع أي نصر استراتيجي عملناه على حركة حماس من فترة. مش كده وبس، عندك يا سيدي الفاضل مقتل ضابط مهم جدا لي على ده، أرفع ضابط مات في الجيش الإسرائيلي من 7 أكتوبر لحد الآن، من أول المعارك البرية يعني. الضابط ده برضه ليه علاقة بالتخطيط الاستراتيجي. تخيل ده ساب المكتب بتاعه ونزل على أرض غزة واتقتل. ليه؟ لأن في ضعف في إدارة المشهد العسكري في قطاع غزة. فالمقاومة الفلسطينية قادرة أنها تغير المعادلة حتى الآن. هختم مع حضراتكم بنموذج رائع لطبيب عماني، سيد الطبيب دكتور خالد الشموسي ابن عمان، سلطنة عمان الطيبة. عندي صور دي صورة خالد الشموسي، رغم أن جيش الاحتلال قال انه هيعيد احتلال رفح والمعبر وهو، ولكن خالد الشموسي رفض يطلع من قطاع غزه، بقي في قطاع غزه بيقوم بدوره الانساني والوطني والعروبي والديني والطبي والمهني ايا كان. شوف الادوار الكبيره اللي بيقول بيها خالد الشموسي. مين هو خالد الشموسي؟ نشوف سريعا مع بعض تعريف كده بسيط بخالد الشموسي ابن عمان. هو البروفيسور خالد الشموسي، دكتور مساعد في كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة بمستشفى جامعة السلطان قابوس، حاصل على الزمالة الأمريكية الكندية، درس الطب في لوس أنجلوس الأمريكية ومسقط بعمان. يا جماعة، خالد الشموسي عنده مركز طبي كبير في سلطنة عمان، ولكن ترك كل ده علشان يقدم العون لأهل غزة. عنده بنت تعالج من السرطان في سلطنة عمان كما تم التداول الخبر، وبرضه هو قاعد في غزة يقدم المساعدة لأهلها. ندعي لبنته وبنقول له أنت شرفت مهنة الطب، شرفت عمان، وشرفت العرب، وشرفت الإنسانية بوجودك بجانب أهل قطاع غزة بالرغم من القصف. ربنا يحفظك ويشفي بنتك ويرجعك لأهلك على خير. هختم الحلقة معاكم بفيديو لبعض المواقف لخالد الشموسي كمثال لطبيب عربي حر واقف جنب أهل غزة. هنشوف الفيديو وبعدها هتنتهي الحلقة، وأنا هودعكم دلوقتي ونتقابل بكرة الساعة 5 وحلقة جديدة من صوت الناس. السلام عليكم، في أمان الله.